طبعا انا عايزه اعبر لكم عن سعادتي في وجودي في نقابه المحاميين، محاميين الشمال في القاهره. اولادي كلهم، انا عندي 3 من اولادي خريجي كليه الحقوق، وزوجي طبعا محامي. فيعني انا بحس في وجودي مع المحاميين ان انا مع اولادي طبعا والاساتذه. انا سعيده بدعوه الاستاذ محمد كركاب ليا في نقابة المحاميين، وطبعا سعيده بان انا القائي مع الاستاذ محمد صادق، واتمنى ان يكون اللقاء النهارده يعني يكون فيه شيء من الفائده لحضراتكم. احنا النهارده اللي هنتكلم عن دور الطب الشرعي والادله الجنائيه في كشف غموض الجريمه. ولو اتكلمنا عن الجريمه، طبعا الجريمه عرفت منذ فجر البشريه في اول جريمه قتل قابيل لاخيه هابيل. قال تعالى: فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين. ومنذ ذلك الوقت والانسان يتفنن هو والشياطين في ارتكاب الجريمه بانواع مختلفه. وعلى الوجه الاخر يكون هناك من يتفنن في كشف الجريمه، يعني هو عبارة عن خطين متوازيين. كلما تعددت وسائل الجريمة وتقنياتها تعددت وتقدمت، ومفروض ان كشف الجريمة يبقى متقدم خطوة عن فن ارتكاب الجريمة. وطبعا حضراتكم عارفين ان الاثبات هو محور اي دعوة جنائية زي ما قال سعادة الاستاذ، وهو الوسيل للحصول على أو للوصول للحقيقة ومن ثم تحقيق العدالة. ومن هنا ظهرت العلوم الطبية والاكتشافات والعلوم الطبيعية التي بنسميها علوم الأدلة الجنائية، ومنها علم الطب الشرعي. الإثبات ربنا سبحانه وتعالى حسنا عليه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن إحنا مأمورين بالإثبات وليس بأخذ الأقوال الشفهية على محمل إنها حقيقة. ولو شفنا الأدلة المادية وكيفية استعمالها في إثبات الجريمة نجد نستشهد دايما بقصة سيدنا يوسف في قوله تعالى: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. إذن هنا في القضية دي، على الرغم إن المدعية كانت زوجة العزيز حاكم مصر، وإن سيدنا يوسف ما هو إلا غلام ربي في بيتها وهي اتهمته، إلا إن الشاهد الصادق أو إنسان حكيم من أهلها لم يأخذ بالقول يعني على إطلاقه إن هو من راودها، ولكنه اتجه للدليل المادي وهو الملابس والتمزقات الموجودة في الملابس. فده أكبر دليل على أهمية الدليل المادي في تحقيق الجريمة. وقد فطن المجرمون لأهمية الدليل المادي، ومنهم أخوات سيدنا يوسف عندما جاءوا على قميصه بدم كذب عشان يثبتوا جريمتهم إن هو الذئب قتل يوسف أو أكل يوسف، فجاءوا على قميصه عشان يدللوا، لأن هم عارفين إن القول الشفوي مش هيخلي والدهم يصدق ان اخوهم قتل او اختفى لاي سبب من الاسباب، فلذلك جاءوا على قميصه بدم كذب. وده من ضمن العلوم اللي احنا بنقوم بها في اعمال الطب الشرعي وفحوصات الدم، ومعرفه اذا كان الدم ده دم انسان او دم حيوان، وبنقدر نعرف فصيله الدم، ودلوقتي بنعرف الدي ان ايه، وبنقدر نثبت الدم ده يعود لمين على وجه التحديد. اذا الاثبات الجنائي هو اثبات وقوع جريمه حسب ما اشترطه القانون الجنائي، زي ما قال استاذنا الكريم، من اركان ماديه هي وقوع الجريمه ووقوع الفعل الاجرامي وتحقق نتيجته، وكذلك
التأكد من توافر القصد الجنائي أو الركن المعنوي، وهنقول إزاي إن في رابطة تربط ما بين الطب الشرعي وتحقيق الركن المعنوي. الأدلة المادية أو مرحلة الإثبات عن طريق الأدلة دي بتبقى في مراحل القضية، منذ مرحلة الاستدلال إلى مرحلة التحقيق، وأيضا في مرحلة المحاكمة يمكن تقديم أدلة جديدة إلى أن يصدر الحكم في القضية. لو شفنا مكونات أي جريمة هنلاقيها بتتكون من ضحية ومشتبه به، ومسرح جريمة، وأداة جريمة، وجميعهم يتبادلوا الآثار أو المادة بينهم، كل واحد فيهم بيترك أثره على الآخر. ودي نظرية مهمة جدا بني عليها علم الأدلة الجنائية، وهي نظرية لوكارد، اللي هي نظرية تبادل الأثر أو تبادل المادة بين عناصر الجريمة. الأدلة طبعا ممكن تبقى موجودة في أي نوع من أنواع الجرائم، ممكن في جريمة القتل، ممكن في جريمة السرقة، ممكن في الحوادث المرورية، جرائم الجنسية، الاعتداءات الجسدية، فكل هذه الجرائم توجد بها آثار وأدلة مادية. لو جينا نتكلم عن أدلة جنائية نجد عندنا نوعين من الأدلة، أدلة شخصية وهي يعني تعتمد على الاعترافات والإفادات، والأدلة الشخصية دي ممكن أنها تقبل الصدق وتقبل الكذب، وقد يخطئ الشخص من هو شاهد حتى عن غير قصد في إن هو شاف حاجة تخالف الواقع، يعني ما شافش كل الجريمة بكل زواياها، ما كانش منتبه، شبه له أي حاجة ممكن إن هي يعني تخلي الرأي بتاعه غير صحيح. إنما الأدلة المادية اللي هي الموضوعية هي دي اللي هي لا تكذب، وهي التي يمكن أن تجعلنا نقول إن الإفادات والشهادات صادقة أو كاذبة. إذا اتفقت الشهادة أو الأقوال أو الإفادات أو حتى رأي المجني عليه اللي قاله في شكواه مع الأدلة المادية الموجودة في يعني الجناية أو يعني الحادثة. فهناك مقولة لأحد علماء الأدلة الجنائية بيقول إن أي خطوة يخطوها أو أي شيء يلمسه أو أي شيء يتركه حتى عن غير قصد سيشكل دليلاً صامتاً ضده. هو بيتكلم عن الجاني في مسرح الحادث، بيقول أي خطوة يخطوها في مسرح الحادث أو أي شيء يلمسه أو أي شيء يتركه حتى عن غير قصد يشكل دليلاً صامتاً ضده، فليس مجرد بصمات أصابعه ولا آثار أقدامه، بل شعره وخيوط ثيابه والزجاج الذي يكسره والأدوات التي يتركها والدهان الذي يخدشه والدم والمنيا الذي يفرزه أو يجمعه، يعني ممكن يجي فيه دم من الضحية. كل هذه الآثار وأكثر تشكل شاهداً صامتاً ضده. إنما هي المشكلة جاية فين؟ جاية فينا احنا، ان احنا بنقول الادلة دي لا تمحى ولا تشوشها اثارة اللحظة، وانها لا تغيب بغياب الشهود البشر. يعني لو في جريمة ما فيهاش اي شاهد لابد يبقى فيها اثار مادية موجودة اما على المجني عليه او موجودة في مسرح الحادث او موجودة على الاداء او موجودة على المتهم او الجاني يعني. ولكن وحده تفسيرها يعني احنا قدرتنا على ايجادها، ان احنا يبقى عندنا القدرة الفنية على البحث عن هذه الاثار وان احنا نجدها وان احنا نقدر ندرسها وان احنا نقدر نفهم مدلولها، هي دي المشكلة. ودي المشكلة اللي عندنا في مصر، ان احنا مش بنهتم بالاثار المادية الموجودة في مسرح الحادث، حتى ان كثير من القضايا ما بيبقاش فيها محضر معاينة مسرح الجريمة، وتبقى جريمة قتل جريمة قتل ولا يوجد فيها مسرح جريمة. وحتى ان وجد مسرح الجريمة وراح وكيل النيابة عشان يعاين، كل ما عليه ان هو بيقلب في المجني عليه، ويعني انا عندي جرائم قتل ما قالش اذا كان في اثر دماء لجريمة قتل بعدة رصاصات في دماغ الشخص ده،
ما قالش اذا كان في اثار دماء، اثار اقدام، فوارغ، مقذوفات، اي شيء يدل على ان الجريمه حصلت في هذا المكان. ما جابش سيره اي حاجه غير ان هو وجد جثه وصفها في محضر المعاينه ونسي يوصفها كويس للطبيب الشرعي، لان الطبيب الشرعي ما بيروحش مسرح الحادث، ودي من نقاط الضعف الكبيره اللي عندنا في الاثبات الجنائي. عندي واقعه ظريفه عايز اقولها، ممكن؟ اتفضل. لا والله مش قله امكانيات. من الوقائع الظريفه جدا في جنايات القتل العمد، راحوا فعلا في مسرح الجريمه، كانت الجثه ملقاه ومغطاه بالجرايد، دوروا على اي دليل اصابيه او اي حاجه تفيد ان في كشف الجاني، ما لقوش، فلفوه كده بحاله بهلبيله كده على المشرحه، فلقوه اعبد تشنج على حاجه صغيره فيها فرافيت طالعه كده، لقوا جيب جلابيه وفيها بطاقه الجاني. فراحوا جابوا الراجل ده واستنطقوا، فنطق بالحقيقه واعترف اعترافا تفصيليا، اعذره الواقعه وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد. احنا لو هنتكلم عن علوم الادله الجنائيه، اول علم هو طبعا مجموعه من العلوم ما نقدرش نعدها، دي حسب ظروف كل جريمه، لكن اول علم واهم علم فيها هو علم الطب الشرعي، وهو احد علوم الطبيه الذي يستخدم الخبره الطبيه الشرعيه في حل القضايا ذات الصبغه الطبيه المعروضه على القضاء. الطب الشرعي عندنا او في يعني بوجه عام مش بس في مصر، هو عباره عن شقين. احنا بنتكلم عن الطب الشرعي الميداني، احنا عندنا طب شرعي ميداني اللي هو بتقوم به مصلحه الطب الشرعي التابعه لوزاره العدل، وعندنا طب شرعي اكاديمي اللي هو بتقوم به جامعات وبقى فيها اساتذه الجامعات بتدرس علم الطب الشرعي للطلاب وللدراسات العليا، ماجستير ودكتوراه، وبيعمل الاساتذه فيها كاستشاريين للطب الشرعي. احنا هنتكلم عن الطب الشرعي الميداني، وبنقول ان الطب الشرعي الميداني ده ليه مجالين، مجال بنسميه الطب الشرعي الباثولوجي او المرضي، وهو يفحص حالات الوفيات، يبين سبب الوفاه وكيفيه حدوثها ووقت حدوثها وعلاقتها بالاله المستخدمه وما إلى ذلك من كشف غموض جريمة القتل. أما الطب الشرعي السريري أو الإكلينيكي بيقوم بفحص حالات الأحياء، وده يمكن يغيب عن بعض الناس العامة طبعا، مش عن حضراتكم، إن هما متعلمون أن الطب الشرعي ده هو عبارة عن طب تشريح، إنما طبعا قضايا الاعتداءات الجنسية اللي ما فيهاش قتل بيشوفها الطب الشرعي، قضايا تحديد الإصابات ونسب العجز بيشوفها الطب الشرعي طبعا، تقدير السن، تقدير الحالة العقلية، تقدير المسؤولية، مسؤولية المتهم عن جريمة معينة، وغير ذلك من الأعمال الكثيرة التي يقوم بها الطب الشرعي. قضايا النسب، إثبات النسب، تمام تمام، قضايا إثبات النسب. في أثناء التشريح طبعاً احنا بنقول ان الطبيب الشرعي بيقوم بالتشريح وبيقوم بأخذ عينات من الجثة، والعينات دي بتروح معامل متخصصة، قد تكون معامل فحص أنسجة أو تكون معامل فحص دم أو سميها المعامل السيرولوجية أو مني، أو تكون معامل لفحص الشعر والألياف، أو تكون معامل لفحص المواد الكيميائية والسموم، أو تكون معامل أخذ عينات من يد المجن عليه والمتهم لفحص آثار البارود. ودي يعني في مصر برضو فيها عجز كامل، إن إحنا المتهمين ما بناخدش منهم مساحات من إيديهم عشان نعرف آثار إطلاق البارود عليه، وبالإضافة طبعا لفحص الأحشاء، الأمعاء والمعدة والقلب والكبد في حالات مرضيه وفي حالات سميه ومخدرات. نعم، بيبقى في مجموعه معامل. لا ده حسب، ده فيها متخصصين خبراء
كل واحد متخصص في جزء معين. هو موجودة المعامل دي في القاهرة هنا في مبنى زينهو، إنما في المحافظات موجودة المعامل الكيميائية اللي هي للسموم والمخدرات، وموجودة المكاتب التزييف والتزوير في المحافظات، إنما المعامل اللي هي بتفحص الأنسجة والدم والتحاليل الباثولوجية موجودة هنا في القاهرة. وده يعتبر يعني برضو نوع من العيوب، لأن العينات دي ممكن توصل للقاهرة هنا تالفة ولا تصلح لإبداء الرأي، ودي من العيوب اللي احنا بنلاقيها أحيانا. الطبيب الشرعي يعني الشخص اللي هو بيفحص العينة، تقرير المعمل يقول إن العينة وصلت متحللة ولا يمكن إبداء الرأي فيها، فيجي الطبيب الشرعي يعمل إضافة من عنده إن العينات أثبتت وجود كذا كذا. ففي الحالة دي يبقى ده فالأحيانا في بعض الأحيان التعفن والتحلل ممكن يدمر المادة أو يدمر الشيء الباثولوجي اللي أنا بدور عليه. يعني أنا بشوف الكلية دي فيها إصابة، القلب فيه حاجة، لما القلب ده يوصل متحلل ما أقدرش أقول إن هو كان فيه حصل فيه احتشاء ولا حصل فيه التهاب ولا أي حاجة من العينات الباثولوجية. ومن هنا برد على جزء من سؤال الأستاذ محمد صادق اللي هو بيقول إن الجثة استخرجوها بعد حوالي شهر من أو 20 يوم، دي كانت في كامل التحلل، فما ينفعش مع جزء اللي هو اتحلل حتى ولو بعد أسبوع إن أنا أعلق لا على كدمات ولا على سحاجات ولا على رسوب دموي. الإصابات اللي ممكن أعلق عليها هي الإصابات اللي تبقى موجودة في الأجزاء الصلبة من الجسم اللي هي العظم. لو في كسور في الجمجمة أقدر أقول إن دي فيها إصابة ردية مثلا أو إصابة قطعية حسب الآلة المستخدمة. إنما لو في ضربة نتج عنها نزيف في المخ وما نتجش عنها كسر في عظام الجمجمة، يبقى ده المخ ده أول عضو بيتحلل في الجسم، لأن الأعضاء مش كلها بتتحلل بنفس المعدل. أول عضو بيتحلل هو المخ، ويتحول إلى عجينة أسمنتية ما نقدرش، بيتغير لونه تماما، فما نقدرش نعلق على وجود تهتكات أو على وجود أنزفة. لكن لو تصادف إن في مقذوف في المخ حتى بعد التحلل الكامل ممكن إن احنا نعلق عليه. إذن أنا لو لقيت حاجات صلبة زي كسور في العظام أو لقيت مقذوفات محتجزة في الجسم أو أسفل الجثة، لو أنا عملت استخراج وكل ما فيها نزل لي التربة أو الأكفان، يبقى ممكن أعلق عليه. دكتور معلش أنا أسفل أسفل، في أي مرحلة من مراحل تحلل الجثة نفسها نوصل اللي احنا نقول المرحلة دي مش هتدينا أي نتيجة لأي مادة كيميائية جوه الجسم للأعضاء الداخلية؟ أنا الجزء بتاع التغيرات الرمية هو جاي جزء من المحاضرة، عشان هنقوله إن شاء الله بالتفصيل وأجاوب على سؤال حضرتك. وانا عايز اسال سؤال كمان بعد اذنك. مساله الرسوب الدموي، لون الرسوب الدموي نفسه، نعم اتفضل. في الرسوب الدموي للجثه سواء كانت ميته طبيعيه او بالسم او بالاختناق او بالسكسيا الغرق، هل اللون بيختلف؟ يعني انا معلومه عندي، اذا حضرتك تاكديها لي، الرسوب الدموي في حاله الموت بالسم بيكون لونه بني، بيختلف عن الالوان الاخرى الورديه والغامقه والسوداء، كل لون له دلاله معينه في جرائم القتل. سؤال اخر، وده مهم جدا عمليا في مساله الطفل المولود حيا، ممكن القابلة أو الدكتورة تخرج تقول الطفل المولود مات. في الطب الشرعي بيقول لنا من حالة الرئتين إن الطفل ده ولد حيا أم ولد ميتا. تمام. فالسؤالين دول اللي يهموني جدا. تفضلي. طبعا احنا هنتكلم الاول عن ما بعد الموت اللي هو التغيرات الرمية،
عشان نجاوب على الأسئلة. فبنلاقي إن بعد الوفاة مباشرة بيحصل بعض التغيرات في الجثة نتيجة هو الموت، هو توقف العمليات الحيوية في الجسم اللي هو التنفس والدورة الدموية والجهاز العصبي. فالوفيات أول واحد ما يتوفى بيبتدي يحصل فيه بالنسبة للعضلات بيحصل فيه ثلاث أنواع من التغيرات. أول تغير اللي هو الرخاوة الرمية، إن الواحد العضلات بتاعته بتسيب، ودي بنشوفها اللي هو يمسك إيد واحد لسه توي متوفي فتسقط، فدي بنسميها الرخاوة الأولية. بعد كده بيبتدي يتكون حاجة اسمها التيبس الرمي. التيبس الرمي ده اللي هو الجسم بيتخشب ويتصلب، فده بيحدث تدريجيا في العضلات الصغيرة، هو بيحدث في الجسم كله مرة واحدة. يعني ايه مرة واحدة؟ يعني يبتدي في كل العضلات، لكن العضلات الصغيرة هي ما تظهر فيها التخشب اولا، وده تغير كيميائي بيحدث بعد الوفاة. فنلاقي ان العضلات الصغيرة زي عضلات الوجه تبتدي ان هي تتصلب، عشان كده الميت اللي هو بيبقى متوفى وعينيه مفتوحة بنحاول ان احنا نقفلها له قبل ما تحصل الحكاية دي، يعني نوع من تكريم الميت، ونربط له الفك بتاعه عشان لما يرتخي ويثبت على كده هيبقى فيها شيء من عدم احترام الميت او الجثة يعني. فبعد كده يبتدي التصلب ينتشر من فوق لتحت في العضلات كلها، فبيبقى بعد ما هو في الوجه يبقى في العنق، وبعدين يبقى في الطرفين العلويين، وبعدين في الصدر والبطن والأطراف السفلية. يتخشب الجسم كله تماما، ونقول في مرحلة اكتمال التيبس الرمي بعد 12 ساعة من الوفاة. ثم يظل الجسم متخشب لمدة 12 ساعة تانيين، يبقى كده 24 ساعة. ثم يبدأ الجسم في التحلل، وبالتالي بيفك التصلب ده، فبرضه بيفك بنفس المعدل اللي هو تصلب به من العضلات الصغيرة للعضلات الكبيرة، بحيث ان الجسم كله بيرتخي 12 ساعة تانية، يعني 36 ساعة. لكن الامور دي بتتوقف فيها او بتتوقف على عوامل اخرى تأثر على درجة، يعني ما نجيش حضرتك في جريمة حصلت في الشتاء زي جريمة حصلت في الصيف، عشان بس ما تمسكوا الورق بتاعكم وتيجوا بقى تتكلموا تقولوا لا ده ازاي ده التيبس الرمي حصل بسرعة وزال بسرعة، ده كده غلط. لا، التيبس الرمي مع ارتفاع درجة الحرارة، لان ده تفاعل كيميائي، نبص نلاقيه ان هو بيظهر بسرعة وبيختفي بسرعة. لو واحد مات من مادة بتحدث ليه نوع من التقلصات او التشنجات زي مادة الاستريكنين اللي الاستاذ قال عليها هنا، ده الواحد بيموت من التشنجات اللي بتجيله، فبتخلي بتحصل انقباض في عضلات التنفس، وبالتالي كأنه نوع من الاختناق. حتى زرقة رمية نلاقيها لونها غامق في الوفاة من الاستركينين. ففي الحالة دي بنلاقي ان التشنجات دي بتكون سبب في ظهور التيبس الرمي سريعا وانتهائه سريعا، لان هي ماده كيميائيه بتتكون في الجسم، فالماده دي مع التشنجات بتحصل بسرعه وتنتهي بسرعه. عوامل كتيره جدا بتاثر على التيبس الرمي وعلى باقي التغيرات الرميه اللي بتبقى موجوده. بعد التغيرات الرميه في العضلات بيبقى عندنا، يعني هي حاجات بتحصل مع بعض بتتواكب. نيجي للرسوب الدموي. الرسوب الدموي بيبتدي يتكون بعد الوفاه مباشرة، توقف الدورة الدموية، توقف ضخ الدم للأوعية للأعضاء، بيخلي الدم في الأوعية الدموية ما فيش حاجة بتغير مكانه غير الجاذبية الأرضية. يعني احنا واحنا قاعدين اهو، احنا قاعدين انا قاعدة ضد الجاذبية، الدم بيجي لدماغي وللجزء العلوي من جسمي ضد الجاذبية لان في ضخ للدم. انما الواحد بعد الوفاة مفيش الضخ ده، فبالتالي بيبقى عامل كأنه اناء كده. احنا شايفين المية عشان الازازة دي واقفة رأسيا كده، فالمية متجهة ناحية الارض. لو كان الشخص نعتبرها شخص، يعني لو كان نايم على ظهره نبص نلاقي الرسوب الدموي ناحية الظهر، لو نايم على وجهه يبقى الرسوب الدموي ناحية البطن او الناحية اللي هي ناحية الوجه. لو كان الواحد محطوط في الوضع المقلوب
نلاقيها ناحية الرأس. لو واحد معلق زي في حالات الشن نلاقيها في الجزء السفلي، الرجلين والإيدين والأعضاء التناسلية. والموضوع ده بيحل قضايا كتيرة جدا، لأن الرسوب الدموي الأول بتكون عبارة عن شوية بطش صغيرة كده، وتبتدي تزيد مع الوقت وتبتدي تتجمع لحد ما تاخد مساحة السطح المتجه ناحية الأرض. يعني احنا هنشوف ادي شكل الرسوب الدموي، عارفة هي طبعا الصورة مش واضحة خالص، الرسوب الدموي اللي موجود في الصورة هنا، وتتمنى ان الشاشة تبقى واضحة لان الصور بتبقى معبرة جدا يعني. فالمهم ان هنحاول نحركها بحيث نشوف لو في وضعية تخلي الصورة اوضح يعني، عشان اصل في اضاءة طبعا شوية. انا هوصفها يعني، هنقول ان الشخص ده يعني هو لا، هي كل السطح الخلفي من الجسم ما عدا اللوحين بتوع الظهر وما عدا الارداف او الجزء الخلفي من اللي احنا المقعدة. الاجزاء البارزة من الجسم دي بتبقى مضغوطة بالسطح اللي الواحد نايم عليه، اللي هو الجثة بيسموها مواضع الارتكاز او الاتكاء، فدي بتقفل الاوعية الدموية. بتقفل الاوعية الدموية، وبالتالي الاماكن دي تبقى بيضة ما فيهاش اي رسوب دموي، لكن الاماكن الغير منضغطة هي اللي بيبقى فيها رسوب دموي. الرسوب الدموي هنجاوب على السؤال اللي سأله لنا الأستاذ محمد، لونه بيتغير حسب سبب الوفاة. في الوفيات الطبيعية بيبقى لونه بنفسجي، وفي الوفيات اللي هي ناتجة عن الاختناق فالدم بيبقى دم بنسميه غير مؤكسد، فبيبقى لونه مزرق. فيقول لك إن الرسوب الدموي بلون أزرق داكن بخلفية الجثة ما عدا مواضع الارتكاز او الاتكاء، ده لو نايم على ظهره. ولو هو متعلق هيبقى الرسوب الدموي بلون ازرق في الاطراف السفلية واسفل اليدين والاجهزة والاعضاء التناسلية. لو الواحد مات من النزيف، طبعا الدم اللي مفروض يترسب ده يبقى مش موجود حسب كمية النزيف، فبنقول ان في بهاتة في الجثة، بهذا في الرسوب الدموي، وممكن في بعض الاحيان النزيف الشديد يبقى لا يوجد رسوب دموي. في بعض السموم بتغير لون الدم، يعني مثلا الناس اللي هم بيتوفوا بتسمعوا عن في الشتاء، والناس اللي بيتوفوا في الحمام من تسمم باول اكسيد الكربون، والناس اللي بيتسمموا من ماده كيميائيه اسمها مركبات واملاح السيانيد، والناس اللي بيتوفوا من البرد دول بنسموهم ريد اسفيكسيا او نوع من الاختناق الاحمر، بيكون الرسوب الدموي لونه احمر وردي. ليه؟ لان الدم مؤكسد، الدم مؤكسد في سيانيد، والدم مؤكسد في الوفاة من البرد. انما الدم في حالة اول اكسيد الكربون بنسميه اوكسي هيموجلوبين أو كربوكسي هيموجلوبين، مادة الكربوكسي هيموجلوبين تبقى لونها أحمر برضه. فكده بنعرف ده بيساعد في التشخيص، تمام؟ فبعض المواد السامة الأخرى ممكن تحول للون الدم، تحوله للون البني، نقول عليه زي الشوكولاتة بلونه بني، فهتدي رسوب دموي لونه بني، وده بيساعد على التشخيص أيضا لسبب الوفاة. إذن دي أسباب الرسوب الدموي او اهمية الرسوب الدموي. قضايا كتيرة جدا حليناها بمواضع الرسوب الدموي. يعني اذكر في احدى الجرائم كان المجن عليه وجد مرمي في زراعات، ووجد مكفي على وجهه وعينيه معصبة بمنديل احمر ومضروب رصاص في دماغه، هي دي الجريمة اللي وكيل النيابة ما قالش فيها إذا كان يوجد فيه بقع دموية ولا أثار أقدام ولا مقذوفات ولا فوارغ ولا أي حاجة، على الرغم إن هو واخد عدة رصاصات في دماغه. وطبعا الدماغ من الأماكن اللي هي بيحصل فيها نزيف شديد. فالشخص ده كان مكفي على وجهه وربطينه، إحنا عندنا في الصعيد جرايم الطار، فربطينه إيديه الاتنين بجفيز
وماسكينه سكينه كده اللي هو عفيز قفيز ماسكينه سكينه ان الطار لسه مستمر. دي علامه دي علامه ان لسه احنا خدنا ده. نعم مش سامعين؟ خلي كده خلي كده. كده واضح؟ كل ما انسى بفكرون. فالشخص ده وجد على وجهه وفي الوضعية دي الوضعية دي كانت موجودة في محضر معاينة النيابة للجثة. طيب احنا عندنا الطبيب الشرعي ما بيروحش مسرح الجريمة، ومش نتيجة لنقص الإمكانيات. تعيين الأطباء الشرعيين مسألة في غاية الأهمية، وعدد الأطباء في مصر لا يعد ولا يحصى، لدرجة إن بيجي علينا وقت نقول يمكن الأطباء ما يلاقوش شغل يشتغلوا. عدد الناس اللي بيتخرجوا من كلية الطب الجامعات العامة والخاصة اللي بقت موجودة في كل محافظة، أنا عندي شخصياً الدفعة اللي بندرسها السنة دي 1000 طالب في الجامعة الحكومية، ده غير بقى اللي هي البرنامج الخاص وغير مش عارفة ايه وغير ايه وايه. فمفيش تعيين، وزارة العدل ما بتعينش سواء اطباء شرعيين او غير اطباء شرعيين، مع ان دي حاجة اولوية قومية لتحقيق العدالة وتحقيق الاستقرار في المجتمع. عدم وجود الطبيب في مسرح الجريمة بيعمل لنا مشكلة كبيرة جدا، هي تحديد وقت حدوث الوفاة. والطبيب الشرعي اول ما الجثه بتتحط في الثلاجه وهو يطلعها يشرحها ويكتب جمله شهيره جدا بتجب القضيه: لا يمكن تحديد وقت حدوث الوفاه نظرا لتداخل عوامل الحفظ في الثلاجه مع التغيرات الرمميه. مع ان تحديد وقت الوفاه ممكن يكون مهم جدا لبراءه شخص او لادانه شخص. فاحنا عشان ان احنا نوفر في ميزانيه الدوله وما نعينش اطباء شرعيين، دي مساله يعني تدل على عدم فهمنا لاهميه العداله في البلد، وبالتالي برضو الخبراء الجنائيين ونقص عددهم بحيث ان هم ما بيروحوش كل مسرح جريمه. فبرضو ده دليل على يعني احنا هي دي مش سياسة ولكن واقع ولينا بما ان احنا اطباء شرعيين. عندي سؤال. وبما اتفضل. عندي سؤال. اتفضل. جرى في العادة مع ضباط الشرطة لما بيكونوا بيقتحموا مكان تلاقي مصور المتهم او المجني عليه جنبه سلاح. الفكرة دي بتثير اشكالية ان وقت الموت بيتشبث المجني عليه بالشيء اللي في ايده وبيفضل فيه محدش بيعرف يفكه من ايده. ودي الفكره برضو بتوضح هل المجني عليه ده قتل ام انتحر. لو واحد انتحر والسلاح الايه لقوه جنبه وبيحطوا عليه بصماته وكده، فالفرق ما بين المقتول والمنتحر دي مهمه جدا. تمام. لان المنتحر بيظل ممسكا باداه الانتحار فتره كبيره جدا حتى اكتشاف الجثمان، فصعب جدا ان هو ينتحر ويلقي، لان بيسموها ايه يا دكتوره؟ اتفضل. ايوه الظاهره اللي الاستاذ بيتكلم عليها اللي هي ظاهره الكادافيريك سبازم، اللي هو الشخص لما بيجي يتوفى ينتحر او يكون في حاله من الاسترس او الضغط العصبي والنفسي، فبتيجي الاعضاء اللي هي او العضلات الاراديه اللي هي بنمسك بيها الاشياء بيحصل فيها تقلصات، والتقلصات دي بتظل في الجثه، بنسميها التوتر الرمي باللغه العربيه، وبالانجليزيه اسمها الكادافيريك كاديفر يعني جثه، وسبازم يعني تقلص. فالتقلص اللي بيحصل ده حتى لما الشخص ده بيتوفى ويحصل ارتخاء لكل عضلات الجسم في المرحلة الساعتين الأولانيين، العضلات دي اللي ماسكة متشبثة بشيء بتفضل منقبضة زي ما هي، ودي اللي بنلاقيها
لما يقول لك الغريق يتعلق بقشاية دي ليه؟ لان هو بيبقى في مرحلة بيحاول جاهدا ان يلاقي اي حاجة يتشبث بيها حتى لو ملهاش لازمة، يعني يلاقي في ايده في شوية رمل شوية اعشاب اي حاجة، لان دي حركة بتحصل بدون قصد. فاحيانا الواحد لما يجي حد ما يجي ينتحر، طبعا اي شخص لما يجي ينتحر بيبقى في مرحلة من الاجهاد العصبي والشدة النفسية جدا جدا، بحيث ان هو بيقتل نفسه يعني. فدي مسألة خطيرة جدا بالنسبة له. وممكن الشخص لما يكون بيقاوم شخص اخر زي ما قال الاستاذ محمد كده، بيقاوم شخص فتمسك بالجيب بتاعه لدرجة ان هو قطعه، او يمسك مثلا شعر حد، او يمسك سبحة شخص، او يمسك ساعته، او اي حاجة وتشبث بيها. مش هيقدر القاتل وهو في مرحلة الهرب ان هو يفطن ان في جزء من متعلقاته موجودة في ايد القتيل. لكن هذه الظاهرة بيقول عليها ظاهرة نادرة، مش كل حالات القتل ولا كل حالات الغرق نجد فيها هذه الظاهرة. فهي ان وجدت تدل، لكن اذا لم توجد لا تنفي. يعني انا لو لقيت منتحر ومش ماسك السلاح جنبه، يعني مش ماسك السلاح في ايده، مش معنى كده ان هو ما انتحرش، ممكن يكون انتحر. بس المهم ان انا ادور على الملابسات الاخرى، وان انا انفي امكانية حدوثه جنائيا او عن طريق فعل شخص اخر. ففي الحال يعني بشوف مثلا بصماته على السلاح، بشوف ايده فيها لو بارود مثلا هو اللي اطلق على نفسه، فبنلاقي على ايده بارود وبنلاقي اثار الدم والرذاذ موجودة على ايده، زي ما هي مفروض انها تبقى موجودة على ايد القاتل لو قتل شخص عن قرب. ففي الحالة دي هلاقي البارود ولاقي الدماء، نفس المسدس هلاقي فيه الانسجة بتاعت الشخص ده في الماسورة بتاعت السلاح وعلى السلاح نفسه. هلاقي ان لانها بترتد في حاجة اسمها رذاذ المرتد لو السلاح قريب منه. ففي اشياء كثيرة جدا، يعني مثلا لو رصاصة الواحد ضرب بيها من مكان بعيد ما نقولش ان ده انتحر. لو اكبر عن الانتحار يبان برضك يا دكتورة؟ نعم؟ لو اكبر عن الانتحار؟ اكبر؟ يعني يكبر على قتل نفسه؟ ان هو ينتحر قدامي بيبان في اي حاجة تبان؟ لا ما يبانش، لو هو اللي كان ماسك السلاح مش هيبان. الرصاص المرتد على مسافة قد ايه؟ لا ما حدش يقدر يحددها، بس كل ما كانت عن قرب كل ما كانت اوضح. ملهاش مدى معين؟ لا ملهاش مدى، لا ملهاش عدد امتار. هو هي بيلاقوها في الاصابات القريبة جدا، بيلاقوها في الاصابات القريبة لدرجة ان الرذاذ الدم بيدخل والانسجة بتدخل جوه ماسورة السلاح وعلى السلاح. ده الجزء بتاع التيبس الرمي او ال حضرتك في قصور في عدم معاينه الكاتب الشرعي لوضع الجريمه في مكانها. ايوه احنا انت كده فكرتينا بجزء اللي احنا توقفنا عنه في القضيه دي، ان مذكره النيابه اللي راحت للطب الشرعي ما وصفتش وضعيه الجثه انها كانت منكفئه على وجهها، من مكان لمكان ده الوحيد. فالمتهم فيها كان مجموعه من الناس ما اتمسكوش، واتمسك سواق العربيه اللي هو نقل، مش نقل الجثة، هو من أقواله قال إن أنا هو سواق عربية بيشتغل على عربية مش بتاعته. فناس جم لابسين ملابس شرطة طلبوا منه إحنا عايزينك تيجي معنا تروح مشوار توصلنا، فراح خد العربية من صاحبها الساعة كذا، وبعدين وصلهم لمكان معين قالوا له أقف هنا استنانا، طلعوا جابوا شاب في إيدهم ونزلوا ركبوا معاه، وصلوا لمكان معين قالوا له نزلنا هنا، خد العربية رجعها لصاحبها الساعة كذا. يعني دي بقت معروفة المدة. فدي تهمنا في ايه؟ ان الطبيب الشرعي لما ما راحتلوش المذكرة كافية، فكتب ان الرسوب الدموي في مواضعه الطبيعية بخلفية الجثة ما عدا مواضع الاتكاء. يبقى انا كده فهمت ان الشخص ده كان موجود على ظهره لفترة لا تقل عن 8 ساعات، يعني عشان يبقى على وجه التحديد من 6 ل 8 ساعات.
كان موجود على ظهره قبل ما يتقلب ويتحط في الوضعية دي. هل السواق ده قعد 6 أو 8 ساعات مع الشخص ده وبعدين نقله في المكان اللي هو وجد فيه؟ لا، صاحب العربية قال ده جاني الساعة كذا وجاب لي العربية الساعة كذا، يبقى المدة معروفة مثلا غاب ساعتين، لكن الشخص ده وجد على ظهره في وضعية إلى أن حصل ثبوت في التيبس الرمي وبعدين قلب على وجهه. نيجي للجزئية، هو مات هنا ولا لا؟ دي بقى مين اللي ضيعها؟ النيابة والبوليس. ما الحتة دي ولا خطرت على بالهم، واتهموا الراجل إن هو كان ضليع في هذه. فكان الطريقة اللي احنا أثبتنا فيها إن السواق ده بريء، لأن هو كان المتهم الوحيد اللي تم القبض عليه، على الرغم ان الناس دي عندهم طار ومعروف الاشخاص اللي هم خصومهم يعني، لكن هم قبضوا على السواق. كانت الجزء بتاع رسوب الدم هو تكونه، وان هو اتكون في وضعية معينة بعد مدة معينة وثبت ولم يتغير. لكن لو واحد اتقتل وهو على ظهره وقعد مثلا نص ساعة ساعة ساعتين 3 ساعات وبعدين اتقلب، فنبص نلاقي ان الوضعية بتبقى وضعية جديدة، اللي هي لو اتقلب على وجهه هنلاقي رسوب الدم على الوجه. وجود الرسوب الدم في اكتر من مكان، يعني مره على الوجه، شويه جزء على الوجه وشويه على الظهر، دليل على انه اتغير وضعه قبل ما يكتمل الرسوب الدم تماما، قبل الـ8 ساعات. يعني مثلا 7 ساعات 6 ساعات 5 حاجات كده، يعني ما يبقى اتقلب لما اللي بيبقى ثابت يبقى اكتر من 8 ساعات، ممكن يبقى له 10 ساعات، ممكن يبقى له 12 ساعه. بس انت دور لي بقى على التيبس الرمي كان وضعه ايه، وبدايه التعفن موجوده ولا لا والكلام ده. طبعا الطبيب الشرعي طالما الجثه اتحطت في الثلاجه قال لك مش هقول حاجه، وده من العيوب القاتله اللي عندنا في ممارسه الطب الشرعي. ماشي، كان في ماس كان عريان بالظبط، وفي نفس الوقت اللي انا عرفته بعد كده ان هو ما كانش واجد. حضرتك جسمه في ساعات خشب، تمام لما جم يخرجوه من المعمر خرج متخشب برضه، تمام. الجسم حضرتك هنا انا عايز اعرف هل هنا في شوبه، لان كانت النيابه كانت بتقول ممكن يكون شوبه جنائيه، بس اهليته قالوا لا ده هو ميت ايه بسبب شغله، وهو طلع حضرتك في المرمى. في بقى نقطة، لما جه حضرتك في الغسل، لما جه يتغسل انا كنت حاضر، التخشيب ده مع الغسل فك، تمام. فقال حضرتك بقى انا عايز اعرف مدة التيبس الرمي بيبقى لا لا ده كمان نقل الجثة وحركة المفاصل المتخشبة بتعمل حاجة اسمها كسر التيبس. يعني مثلا واحد تاني ايده كده، فلو حد شدها له هتتفك وما ترجعش تاني. يا دكتور لحد ما حضرتك خرجناه كان جسمه متخشب زي ما هو، تمام. يبقى ده اللي قال عليه الاستاذ محمد، اللي هو ان هو دخل في مرحله التحلل، عشان كده ادى لحاجه اسمها رخاوه سنويه. كان جسم حضرتك كان ساعتها بقى كله ازرق، تمام. خلاص هو ده الزرق، تمام اسمها زرقاء الرمية. ايوه مع انا معاك. ولما حضرتك بقى في الوسط لا رجع لهم جسمه طبيعي، ايوه في مده برضه في الزرقاء تروح بعد الجسم طبيعي، واليد اللي كانت قابضه على اليد ارتخت لان الدنيا اتحللت، الانسجه بقت رخوه. وهو فعلا الوفاه من الصعق الكهربي بتعمل نوع من انقباض العضلات، فدواء بيخليه جسمه كله يتخشب بسرعه، زي حكايه الاستريكنين لما قلنا الشنوجات دي. حصل من كده حضرتك ان الحاله الوحيده اللي الجسم فيها بيتخشب، مش حاله وحيده، ما تقولش وحيده، انا قلت وحيده اتحلل في ساعتها. لا مش تحلل في ساعتها، دي مش تحلل في ساعتها. انت فكرك ان هم لقوه ودوه وشرحوه وغسلوه، ما تشرحش، لان دي وفاتها بتعتبر حادث. ما احنا بنقول في وفيات لابد ان تعرض على الطب الشرعي، وفي وفيات اللي هي الحوادث العرضيه اللي هي غير مشكوك في جنائياتها، ده لا تعرض على الطب الشرعي. يعني حد وقع من فوق، حد خبطت عربيه في الشارع، حد لدغ عقرب ولا لدغ تعبان، دي ما لا يعرض على الطب الشرعي.
انما الوفيات اللي واضحه جنائيتها او المشكوك في جنائيتها او الوفاه اثناء التوقيف او في السجون او الوفاه المشكوك في ان فيها خطا طبي او جثه استخرجت من الماء. يعني احنا لو احنا قاعدين كده ولاقين في جثه بتطفو على الميه ده هل نعتقد ان ده واحد كان بيعوم وغرق؟ احتمال يكون ده نوع من التخلص من الجثه بعد قتلها. او واحد لقيناه محروق في شقته واحنا ما نعرفش ان في حاجه ولا يعني حادث عارض في الموضوع، ممكن يبقى نوع من اخفاء الجثث، يعني اخفاء دليل القتل يعني. تمام؟ فمش يبقى ما اقولش حاجه وحيده. ما تاخدش المحاضره لوحدك عشان زمانك يستفيدوا. بس ايوه هو لا سنة يا استاذ، بص الصعق الكهربي حسب المواضع، الصعق الكهربي بيحدث تأثير في الجسم حسب مدخل وخروج التيار. التيار مر على دماغه هيوقف المراكز الحيويه في الدماغ، التيار مر في صدره يعني مثلا من ايده كان ماسك الهيلتي اللي انت بتقول عليه ولا الشنيور ولا اي حاجه، واتكهرب من ايده والمخرج في رجله فمر على صدره فوقف القلب ووقف عضلات التنفس، وبالتالي زرقة الرمية كان زرقة لان ده اختناق. اذا حصل انقباض في عضلات التنفس فمش هيقدر يتنفس فيبقى مزرق. السؤال الاخير بتاعي اتفضل. ايوه شوف لي المولود. انا نفسي مره، انا قلت الكلام ده في مرافعات كتير جدا، نفسي مره قبل ما اموت بعد 42 سنه في القانون الجنائي، نفسي مره ظابط يقول خدت اذن النيابه ورحت ما لقيتش حاجه. مش هتلاقي. ونفسي مره اسمعوني بس اسمعوني، نفسي مره برضو قبل ما اموت محضر تحريات يتحرر ويروح النيابه ووكيل النيابه يقول انا اللي نفسي، ولا انت اللي نفسك؟ ايوه عشان نصحى بس شويه كده، عشان نصحى من فوق. نفسي وكيل النيابه بعد ما يقرا محضر تحريات ظابط يقول حيث ان النيابه العامه ترى ان هذه التحريات غير حقيقيه وغير جديه ولذلك امتنع عن صدور اذن النيابه. نفسي مره استني، انا بقول نفسي لا حول ولا قوه الا بالله. نفسي مره الطبيب الشرعي بمناسبه وجود الدكتوره، طبعا الدكتوره اكاديميه في الجامعه، نفسي مره الدكتور الطبيب الشرعي لما نجيبه نناقشه يقول لا يجوز حدوث الوفاة وفق التصوير الوارد على لسان المجني عليه او على لسانه. ده كلام بقى يعني نفسي انا، وده دي امنيات ربنا حققها وتتحقق العدالة في مصر ان شاء الله. وانا كمان لا المجني عليه وهو حي، هو حي. لا انا قلت حاجه انت ما شفتها بس ما سمعتهاش. اللي بيقوله الاستاذ محمد كلام دلوقتي القانون لم يترك هذه الجزئية إلا وتحدث عنها. اللي يقدر يقول لي في أنهي مادة يبقى شاطر. الأستاذ محمد يقول نفسي مرة إن عدو النيابة أو القاضي أو المحقق مش هقول بقى ولا أقول يتصدى مادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية أعطت صلاحية للقاضي الجنائي إذا ما تبين أن محضر الضبط أو محضر التحري أو أي وقائعات الدعوة مزورة ويعطي براءة في الحال ويحيل أوراق الدعوة متصديا في اتهام مأمور الضبط القضائي بتزوير محضر الضبط، وبيحل النيابة العامة وبينزل متهم وبيقدر. هي بتعتمد على انه الدفاع الماثل امام المحكمة قدر ببراعته وفنه ان هو يثبت عكس ما تقدم. اقول له حضراتكم واقعة، انا كنت احد المترافعين زمان في محكمة جنايات بورسعيد، انا كنت محامي هناك لمدة 11 او 12 سنة. جاءتني جناية مخدرات عبارة عن شوالين بانجو،
واتهم المتهم وتم حبسه احتياطيا لاكثر من 6 شهور على مدحال في محكمه الجنايات. بورسعيد فيها حاجه حلوه قوي معموله اسمها الاهوط الجديد، فعاملين المحافظه عامله كل قطعه ارض وفيها نموذج مبنى داخل قطعه الارض يبات فيه صاحب المزرعه، فعاملين حاجه حلوه قوي. على الطراز الجنوبي ان حاجه اسمها المضيفه، فكل بيت له اوضه مضيفه، فالمضيفه دي في كل نموذج مبنى، حضراتكم مركزين معايا، في كل نموذج المضيفه دي معمول لها باب واحد من الداخل من بعد ما تدخل الباب الرئيسي، ومضيفه اخرى ببيت، باب للضيوف وباب لصاحب البيت. فالباشا كان عينه على قطعه الارض احد ضباط المباحث البنائيه بمديريه الامن، فراح للغلبان وقال له الحته دي انا هاخدها منك بكذا. قال له يا عم انت بتظلمني ليه، حرام عليك. المهم نزل صاحبنا متهم في جنايه مخدرات بشوالين بنج ومعرفش جابهم له منين. المهم قريت محضر الضبط وانا واحد دايس بورسعيد شبر شبر، لقيته عمل قال ايه، ان انا رحت هناك وردتني معلومه بان فلان بيحوز ويحرز في مسكنه نبات البانجو المخدر، ورحت ودخلت انا والقوه المرافقه واستصدرت اذن النيابه كمان ودخلت من الباب الخارجي للمضيفه، فقمت واخد عربيتي وطاير على المكان. بصيت لقيت النموذج ما فيهوش باب خارجي. وقمت رايح للمحكمه. شكرا. سؤال وصوتي عايز المحكمه تنتقل للعينه، وانتقلت للمعينه وتصدت المحكمه وتم احاله الظلم نفسه متهم. شكرا. الله عليك. الله عليك. كده انت بتعمل دعايه. وانا مش هقول وانا مش هقول انا خدت براءات ازاي، مش هقول. اتفضل يا دكتور. احنا هنجاوب على السؤال اللي سأل الاستاذ محمد بخصوص موت الطفل حديث الولاده. ما نجاوبش بعد الاجابه، ما فيش اجابه. هو الاستاذ محمد كان بيسالنا هل يمكن ان احنا نعرف الطفل المولود هل هو ولد ميتا ام حيا، وهل لو هو ولد حيا ده من عندي دي وثم قتل هل ممكن ان احنا نحدد الفتره المنقضيه على الوفاه؟ فالسؤال اجابه الجزء الاول من السؤال ان الطفل اثناء وجوده في رحم الام بتبقى فيه اعضاء لا تعمل، واهمها هي الرئه بتبقى عامله زي الكبد، بتبقى عباره عن عضو صلب. شفتوا انتوا الكبده كده لما جابوها من عند الجزار ما بيبقاش فيها حويصلات هوائيه، ما بتبقى يعني في فرق بين الرئه وبين الفشه دي، ولا ما بتذبحوا بقى في العيد كل سنه طيبين. لسه الهواء ما دخلهاش، فنلاقيها عباره عن عضو اصم لونه غامق وكل لونه واحد، وده جزء من التغيرات اللي بتحصل اول ما الطفل يتولد وهو لسه في مرحله خروجه، ياخد اول نفس ساعه ما بيقول واء ويعيط كده الهواء بيدخل في الرئتين. ففي الحاله دي تبتدي الرئتين تنتفخ وبالتالي حجمها بيكبر يعني اللون بيتغير، وبتبقى ليها مبرقشه كده وليها شكل كده رخامي، وبتبقى لونها بينك كده او وردي، مش بتبقى مكبده باللون الاحمر الغامق. دي احد التغيرات اللي بتحصل واهمها في حاله اللي هو التغير لما الواحد يتولد. فلو الطفل ده اللي احنا بنسميه ستيل بيرث اللي هو مولود متوفي في داخل الرحم، لو جه الطبيب يشرحه فبيلاقي ان الرئتين عباره عن متكبده وصلبه وحوافيها حاده، تختلف تماما عن الرئه اللي اتنفست وتبقى منتفخه ومبرقشه
ولونها وردي وبتبقى حوافيها مستديرة ومغطية القلب، جاي على القلب كده مغطية لأنها كبرت وملت جهاز التجويف الصدر. فدي ايه من التغيرات المهمة جدا اللي تقول الطفل ده اتولد ميت ولا اتولد حي. كمان بقى لو هو اتولد حي وبعدين قتل بعد تنفسه بقى واحنا واستخلصوا من الجثه، ممكن يقتلوه في اي مرحله من مرحله حياته، يعني ممكن يتقتل بعد ساعه بعد ساعتين بعد يوم بعد يومين بعد ثلاثه. يبقى في الحاله دي كل ما يعيش اكتر كل ما تحصل له تغيرات اكتر. فالطفل بيحصل له تغيرات في الاوعيه الدمويه بتاعه الحبل السري، خدين بالنا، فاللي هو وهو داخل الام بيتغذى عن طريق الحبل السري وبيتنفس عن طريق الحبل السري بدليل ان الرئه مش شغاله. فهو بيجي له اكسجين منين؟ من الحبل السري، وبيودي ثاني اكسيد الكربون للام من الحبل السري. فاول واحد ما يتولد الاوعيه دي تتقلص وتبتدي تقفل لدرجه انها في الاخر تتحول زي الحبل مصمطه. فدي منها بنعرف درجه التغير اللي بيحصل. كمان لو هو قطعوا له الحبل السري، اول حاجه اللي بيقطعوا الحبل السري لطفل عايش، يعني لو هو اتولد ميت وياخدوه هو والخلاص ويدفنوه، اللي هو دي الخلاص اللي هي المشيمه المرتبط بيها الحبل السري. كمان بيبقى الطفل اللي هو لسه مولود بيبقى عليه افرازات دهنيه وشعر كده بتاع البطن، يعني بيبقى جسمه مغطى بالحاجات دي. فلو هو عايش بيحموه ويغسلوه وينشفوه كده بحيث ان الحاجات دي بتضيع منه، فبنعرف ان لا ده كان عايش. لو اتغذى ورضع يبقى جهاز اللي هو الهضمي فيه اثار اللبن، وكمان في حاجه اسمها بتبقى داخل الرحم اسمها العقيه، اللي هي العقيه دي عباره عن البراز اللي بيتكون اثناء وجود الطفل ده في بطن امه، حاجه لونها اسود مدي على بني ولزجه جدا. مع الطفل ده اول ما يبتدي يرجع العقية ده يفرز مع نلاقيه في لفة الطفل حديث الولادة. لو احنا لقينا الجهاز الهضمي فيه العقية ده وما فيهوش ما يدل على ان هو رضع لبن، واخدين اللي بالنا، يبقى دليل على ان ده مات على طول او اتولد ميت لو لقينا مع الرئة مش متنفسة. كمان لو سمحتي الجروح، الجروح كفاية المولود اخر حاجه جروح انا شغالين فيها كل يوم. طيب الاصابات، لا الاصابات الناس دي كلها عايزه تسمع الفرق بين الاصابه واحداثها بنفسه واحداث حد فيها ومده الاصابه وبتتعامل ازاي. لا احنا بص كل يوم شغالين في ده، كل يوم المحامين الشباب شغالين في ده، ولا في حاجه تاني؟ وفي بعض الاصابات بتيجي بالتهاب بتغير المعالج. يلا الجروح. لسه في حالة نقطة واحدة بس، التصدي من الجزئية الأخيرة، معلش لأن أنا يعني مش عايز حضرتك تفوتني في المحاضرة دي. خلص الصيف كده كان عندي جنين ولد دخلته بيه مش بتمشي ابني، كان شبه الصابونة. شبه ايه؟ الصابون اللي اسمه من بره الجلد من بره متصدم تماما، في معنى انه مات داخل الرحم والعمليه ادت الى استئصال الرحم لانه قعد فتره طويله، فطلع الجنين بكامل اعضائه كامل بس صابونه من بره، فدي سموها حاله التصدم الرمي. الكلام ده هي برضه الدكتوره توضحه في حاله اسفيكسيا ولا لا؟ اظن معلومات كثيره. انا هصحح المعلومه الاستاذ محمد. هو الواحد لما الشخص العادي لما بيتوفى بيبتدي يحصل الخلايا يحصل فيها افراز لانزيم هو موجود في جسمنا يؤدي لتحلل الخلايا، لكن طول ما الواحد عايش الانزيم ده لا يفرز. اول ما الروح تطلع، وده امر سر من اسرار الله سبحانه وتعالى، ان الشخص اول ما يموت يبتدي الانزيم ده يفرز، بالإضافة إن كمان بيبتدي في حشرة اللي هي ذبابة زرقاء دي تبتدي تشم ريحة الجثة وتيجي تضع بويضاتها على الفم وعلى العين وفتحة الفتحات التنفسية والجروح، وبعد 24 ساعة تبتدي تفقس البويضات دي وتطلع يرقات أو ما نسميها الديدان،
والديدان دي تتغذى وتحلل الجثه، يعني حتى هي برضو بتفرز انزيمات تساعد على التحلل، وبعدين بتوصل لطول معين ونقدر نحسب الفتره بعد الوفاه من طول اليرقه من طول الدوده. المقوله ما خليش الدبان نظره. ايوه، فلا ما حدش يقدر يخلي الدبان ما يعرفش. الدبان بيعرف، لازم يعرف الدبان بيعرف كل حاجه. فبعد كده بيبتدي بقى اليرقات تتغذى على الجثه وتساعد على تحللها، وبعد فتره معينه بتنزل تحت جثه في التراب اللي تحت جثه وتتشرمق وتتحول لذبابه زرقاء جديده. في حشرات تانية بقى بتيجي على الجثه، خنافس وحاجات تانية بتيجي تاكل في الجثه. بمناسبه الحشرات اصل انا طماع قوي يا جماعه، معلش. بمناسبه الحشرات، ودي حاجه مهمه جدا، اكتشفوا في عثمان القتيل حشره مش موجوده في الدوله اللي لقوا فيها الجثه والاساس يا دكتوره. ايوه فعرفوا تماما ان الجثه دي قتلت خارج القطر المصري، تمام. لان الحشره دي نوعها اصلا مش موجود في مصر، صح. فدي برضو من المهارات اللي ايه؟ الطب الشرعي، اللي هو علم الحشرات الشرعي، اللي هو بنسميه الفورنسيك انتومولوجي. ده ما سمعوهاش. ده علم، ده اللي هو علم الحشرات الشرعي، ده علم جميل جدا يعني، في من ضمن علوم العلوم الادله الجنائيه يعني. احنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان دي التغيرات اللي بتؤدي للتعفن، ده جزء. في جزء تاني بينتج من تخمر الدم، والدم ده يعتبر يعني بيئة مهمة جدا تتكاثر فيها البكتيريا، بالاضافة لان الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي اللي احنا واحنا عايشين بيبقى مليان ميكروبات، مليان جراثيم وبكتيريا، واحنا عايشين الجسم بيقدر يظبط نشاط هذه الجراثيم والبكتيريا. اول الواحد ما يموت تبص تلاقوا من اول يوم هيبتدي الجهاز الهضمي والبكتيريا اللي فيه تتخمر وتنتعش، وتبتدي بقى تطلع غازات التعفن اللي هي بتنفخ الناحيه اليمين من اسفل البطن، وده بعد يوم او يومين حسب درجه حراره الجو اللي موجوده فيه الجثه. فنقول في اغضرار في اسفل البطن في الناحيه اليمنى، يبقى بعد يوم في الصيف او يومين في الشتاء، وبعدين يبتدي تنتفخ البطن بكل ميكروباتها وتنتفخ الاوعيه الدمويه وتبقى عامله زي الشجره، ودي بنسميها مرحله التشجر الرمي. الاوعيه الدمويه الموجوده في الجسم والدم اللي فيها تنتفخ بالغازات وتتلون، بعد ما كانت حمراء تبتدي تخضر من تحلل ماده الهيموجلوبين. كل دي بتحصل في التغيرات بتاعت الانسان اي واحد بيموت. بعد كده يبتدي بقى الانتفاخ ده يزيد، ويبتدي البطن تتفتح من كتر الغازات اللي موجودة فيها، والاحشاء جوه برضو بتتعفن مش بس في الجلد، والجلد بيبقى فيه تفلس يعني يتكون فيه فقاقيع، وبعدين الفقاقيع دي تنفجر واللون بتاع الجلد بيتغير، عشان كده ما نقدرش نقول فيه سحاجات ولا كدمات، تمام. لان احنا مش هنقدر، لما يجي بقى الطبيب الشرعي في حالات كتيره يقول لك ايه، لقى ان هو بفحص الجثه على حالتها من التعفن، وهو قال ان فيها تعفن متقدم، وجدت بها سحاجات وكدمات ومش عارفه اول كلمه نقولها له، ازاي قدرت تحدد سحاجات وكدمات وانت بتقول ان الجلد متغير وفي تفلس وفي سقوط في الجلد وفي وفي وفي. ما احنا بناخد براءات من كده، صح، ما عشان كده بنبهكم المواضيع دي. ده في الانسان العادي، انما الطفل اللي هو الجنين اللي موجود في بطن امه، موجود في بيئه ربنا سبحانه وتعالى جعل له ثلاث اغلفه، ودي ما مذكوره في القران، ظلمات ثلاث، واخدين اللي بالنا، فاللي هو ظلمه البطن نفسها وظلمه الرحم وظلمه الغشاء الموجود حوالين الطفل ده اللي هو فيه كيس، اللي احنا بنسميه الهادي ده، لما واحده تيجي تولد كسر الهادي ده. فالظلمات الثلاثه دول حافظه الطفل بعيدا عن الميكروبات، ده لا كل ولا شرب ولا في اي ميكروبات دخلت له، احنا عمالين ناكل حاجات الله اعلم بيها سبحانه اللي بيحفظنا، وبنتنفس هوا كله ميكروبات وبلاوي سودا، وسبحانه اللي بيحفظنا. فاحنا بجسمنا من اول ما الطفل يتولد ويتغذى الغذاء اللي هو غير اللبن بتاع الام، اللي هو يبتدي ياكل يدخل بقى الميكروبات في جسمه،
انما الطفل اللي جوه بطن امه ده محطوط في مكان معقم، فاحيانا لاسباب مرضيه عند الام او عند الجنين نفسه، افرض عنده عيب خلقي ادى لوفاته، ان هو عنده مشكله في القلب ولا اي حاجه غير مكتمل النمو لاي سبب، فبيموت داخل الرحم، فبيفضل محفوظ من تاثير البكتيريا. وطبعا الدبانه زرقاء هي دي اللي ما تعرفش توصل له، دي اللي هو الطفل ببطن امه، الجنين ببطن امه. انما اللي خارج الرحم ده بيوصل له، اللي داخل الرحم بقى بيحصل فيه تحلل في الخلايا ذاتيا، فبتدي نوع من انواع التحلل اللي هي تحلل لا بكتيري، ودي اللي شكله هو الاستاذ محمد بيقول عليه التصبل، لكن احنا مش بنسميه في الطب الشرعي تصبل، احنا بنسميها بالانجليزي كده ماسيريشن، اللي هو ايه اللي هو او اوتولوسيس، يعني تحلل ذاتي، فبيبقى شكله ليه ريحه معينه كده وشكل معين، ويبقى طري كده وليه مواصفات معينه، لما الطبيب الشرعي يشوف الجثه بتاعه الجنين ده يقول ده توفي داخل الرحم وقعد فتره. طبعا لما الامهات بقى تبقى عندها جنين ميت في رحمها، بنخاف ان توصل الميكروبات عن طريق الجهاز التناسلي، تصعد الميكروبات للرحم وتعمل تعفن في الجنين وفي الرحم، فعشان كده بيخافوا ويقولوا لها لازم نعمل عمليه نشلك الطفل ده، ننزله عشان ما يحصلكيش حمى نفاس وتقيح في الرحم والحاجات دي. الامهات اللي ما بيلحقوهاش بيضطروا ان هم حصل تعفن في الرحم، فممكن يعمل تسمم في الجسم كله، تسمم بكتيري للجسم وتموت منه. في سيدات كان زمان بتموت وهي بعد الوفاه وبعد الولاده باسبوع مثلا بسبب التعفن اللي بيحصل في الرحم، فبيشيلوا لها الرحم. تمام. نيجي للجزء بتاع التصبن اللي هو التصبن. التصبن ده عباره عن تغير بيحصل في جثه عند وجودها في بيئه تحتوي على ميه، بيئه رطبه، فلما توجد الجثه تحت الميه او في هذا المكان بيحصل فيه يعني تغير في الدهون اللي في الجسم، وبتتغير لماده شبه الصابون، عشان كده بيسموه او شبه الشمع. في ناس تقول لك تشمع رمي، وفي ناس تقول لك تصبن رمي، والتصبن ده بيحافظ على شكل الشخص وبيحافظ على مكان الاصابات، بحيث ان انا كاني معايا تمثال شمع، فتحات الدخول وفتحات الخروج واضحه، في ملامح الجثه واضحه فاقدر اتعرف عليها، ودي من الحاجات الكويسه. انما لو احنا جينا نشوف معدل التعفن اللي هو بيحصل في الهواء ومعدل التعفن اللي بيحصل في الميه لجثه فيها بكتيريا حصل فيها تعفن، نلاقي ان التعفن في الهواء بياخد مده يعني بتبقى اسرع من التعفن تحت الميه، ده لو ما حصلش تصبن. التصبن بيحصل في بيئه معينه وبشكل ودرجه حراره معينه، لازم يبقى يعني ميه دافيه وبمواصفات معينه، تبقى الانسجه موجودة في بيئة رطبة ودافية وفي دهون كتيرة في الجسم، فيحصل التشمع ده أو التصبن. إنما لو جثة غريق موجود في المية، اترمى في المية، يعني مش يعني هو أساسا غرق أو حد غرقه أو أي حاجة، جثة وجدت تحت المية قبل ما تتعفن، تقعد تحت المية فترة أطول عقبال ما يحصل لها تعفن من اللي موجودة واتقتلت في نفس الوقت. لكن ده اول ما تطلع من الميه تتعفن اسرع من اي حاجه تانيه اول ما تطلع، لكن طول ما هي تحت ليه؟ مفيش اكسجين للبكتيريا. البكتيريا اللي موجوده في جسم الشخص ده مش لاقي الاكسجين اللي يخليه ينتعش، وبالتالي تبقى البكتيريا مش شغاله. اول بقى ما يطلع في الهواء اللي هو مليان اكسجين وجسم مليان ميه، لان هو متشرب بميه فهو رطب جدا، فدي بيئه صالحه للتعفن السريع، فتلاقي الجثه اول ما تطلع من الميه تبص تلاقيها عفنت وعملت ريحه فظيعه، بحيث ان لو اتحطت في مشرحه محدش يقدر يعدي ناحيه المشرحه من الريحه الفظيعه بتاعه الجثه اللي لسه مطلعينها من كام ساعه من الميه. الغطاس الشاطر يا فندم يخليها تحت عقبال ما الطبيب الشرعي. تمام. ده كان زمان
ايام ما كانت بتتشرح جثث على شط الترع، فكانوا يخلوها تحت الميه لحد الدكتور ما يجي عشان يقدر يحدد المده التي عدت بعد الوفاه. انما دلوقتي بيشيلوها لابله ويودوها الثلاجه، وبعدين يجي الطبيب الشرعي يقول الجمله المعروفه يا هادي. واخدين بالنا؟ نيجي للجروح. يلا. الجرح، الجرح هو تفرق اي نسيج في الجسم، يعني ايه؟ جزء من الجسم بيتفتح، سواء كان جلد، سواء اغشيه، سواء عظم، سواء اوعيه دمويه، سواء اعصاب، عن طريق حدوث عنف ضده، فساعتها بنسميه ان هو ده الجرح. الجروح من الناحيه القانونيه يعني بنقسمها لجروح بسيطه وخطيره ومميته. الجروح البسيطه دي تشفى في اقل من 20 يوم ولا تترك عاهه. الجروح الخطيره هي التي تشفى في مده تجاوز 20 يوم او تكون اقل من 20 يوم ولكن تترك عاهه. يعني مثلا واحد حصل له جرح في القرنيه، في قرنيه العين، دي تشفى في اقل من 20 يوم، لكن تعمل عتامه في القرنيه والواحد بتاثر على مجال الرؤيه بتاع الشخص، ودي عاهه مستديمه لانها مش بتتحسن بالعلاج ولا مع مرور الزمن، وبالتالي تعد عاهه مستديمه. اذا الجرح الخطير هو جرح يعني مثلا كسور العظام، كسر العظام بياخد عشان يشفى اكثر من 20 يوم، يعني نقول له نحطه في الجبس 3 اشهر وبعديها يا دوب يبقى ابتدى يلتحم، وبعد حتى ما يفك الجبس لسه ما بيكونش في كامل التحامه. وزي جروح الاعصاب والاوتار بتاعه العضلات تشفى في اكثر من 20 يوم، فتسمى جروح خطيره. اما الجروح المميته فهي الجروح التي ينتج عنها الوفاه، اما بعد الاصابه مباشره او بعدها بفتره مهما طالت، ما دام هي نتيجه لهذا الجرح الاولي او الاصابه الاوليه. واخدين اللي بالنا؟ يعني افرض الواحد ضرب على دماغه وبعدين الشخص ده دخل في غيبوبه وبعدين فاق من الغيبوبه ونتج عن الجرح ده كسر في العظام الجمجمه، عملوا له عمليه تربانه، شالوا العظم، العظم ده لم يلتئم ولكن حصل فيه التصاق في الاغشيه مع العظم والتهاب، ففي الحاله دي الشخص ده ممكن تجي له تشنجات يموت فيها، ممكن يجي له التهاب بكتيري او ضربه شمس يموت فيها. الحقن للجرح اللي في الجمجمه، حد بيضايق مني يا جماعه؟ طيب انا احنا قلنا ان الدوره دي دوره عمليه، فالكلام اللي الدكتوره بتقوله كلام نظري بس انا بديله طعم عملي. جت لي جنايه ضرب على الجمجمه، وانا بقرا تقرير الطب الشرعي لقيت حاجه غريبه جدا يا دكتوره، لقيت جزء من عظام الجمجمه داخل مثانه المجني عليها. داخل مثانه؟ اه، يعني شايلين جزء من الجمجمه ومخبينها في المثانه ومخيطين عليها وهم بيعملوا العمليه للمخ. فانا سالت الدكتور، يا دكتوره ايه الحاله دي؟ ايوه. فرد واحد باسلوب انا ما اقتنعتش بيه. قلت له ايه اللي يجيب عظم الجمجمه داخل المثانه؟ لان في التقرير الصفه التشريحيه قالوا وجدنا عظام، جزء كبير من عظام الجمجمه داخل مثانه. قال ان الوسط اللي موجود في مثانه المجني عليه وسط حيوي يحافظ على سلامه ايه؟ عظام الجمجمه. الكلام ده صحيح ولا ايه؟ لان دي فعلا ما خدت فيها براءه من الناس. هو طبعا انا حكايه المثانه دي اول مره اسمعها، يعني اعترف، ولكن اللي اعرفه ان البول ده مكان فيه بكتيريا وفيه ميكروبات وفيه املاح وفيه حاجات، طب ما يحطوا في محلول ملح معقم، مش هو دكتور وموجود في العمليات ومعاه محلول الملح، ما يحطه في محلول ملح ويشيله في التلاجة. يعني البول ده هو عمل كده عشان تديله براءة، ما تديلوش الميكروفون.
لا 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 ده حاجات ده دكتور ده مستبدل. لا يعني اصل ده انت مش بتتكلم لواحد عمله العمليه في الشارع، يكونوا عملوا العمليه في المخ عشان يشيل اجزاء من العظم المنخسف اللي عامل تهتك في المخ، وهيشيله عشان اذا كان هيبقى بعد كده يستخدمه في عمل جرافت او ترقيع للعظم مثلا مثلا، يبقى ما احنا نغسل الظن. فليه يحطه في مكان ممكن يبقى فيه بكتيريا وميكروبات وحاجات وبعدين ما هو هيعمل له انسداد في فتحه المسامع اللي بتنزل البول، ده هيعمل له احتباس في البول زي الحصوه، وعامل له التهاب في البول. يا حضرتك لما بتكون حصوه في المسامع بتعمل التهاب وبتعمل بول دموي وبتعمل احتباس في البول. لا 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 دكتور دموي لو هنيجي نشوف تعريف العاهة المستديمة، العاهة المستديمة هي فقد منفعة، فقد عضو أو فقد منفعة أو وظيفة عضو، يعني ممكن العضو يبقى موجود لكن لا يعمل بالطريقة السليمة، يعني مش شرط واحد يفقد عينه، ممكن العتامة في جزء منها يبقى عاهة مستديمة، ممكن فقد العين كلها تبقى عاهة مستديمة، ممكن فقد أو بتر في جزء من الجسم يبعاها، ممكن شلل او عدم حركه كامله لهذا الجزء تبعها مستديمه. اذا هو الفقد ده ممكن يكون فقد كلي او فقد جزئي بشكل مستديم، يعني لا يمكن ان يبرا ولا يتحسن عن كده. وده الطبيب الشرعي بقى اللي هو بيقول للراجل اللي هو حصلت له الاصابه تعالى لي عشان عندك ميعاد فحص، يجي يفحصه بيكتب عليه تقرير ويقول له روح وتعالى لي بعد 3 اشهر، وبعدين يجي يفحصه ويشوف اذا كان في تغير ولا لا ويديله 3 اشهر تاني. ففي ناس يقول لك الطبيب الشرعي ده بان عليه واخد حاجه من الناس دول، لا ده هو مش عارف ايه لا ايه، ويسيء الظن بالطبيب الشرعي. لكن هو بيدي الجرح او الاصابه الفرصه الكامله لتستقر على حاله معينه، قد تتحسن وقد تتدهور وتثبت. إذا عمل فحص في خلال فترة معينة وبعد 3 أشهر عمل الفحص فلقى ثبات في درجة الإصابة، يبقى في الحالة دي يضع التقرير بنسبة العاهة، وعلى أساس نسبة العاهة يقدر الـ 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 يعني اللي هو العقوبة الجنائية، وتقدر العقوبة المدنية اللي هي تعويض. واخدين اللي بالنا؟ فدي العاهة المستديمة. طبعا تقديرها لي يعني اسباب كثيره وملابسات مش هنضيع وقتنا فيها، لكن الجروح هنقولها من ناحيه الاله المحدثه ليها او الاداه، هنقسمها لسحاجات وكدمات وجروح رضيه. دي لما تكون من اله راده، الاله الراده هي ما ليس له حرف حاد، يعني واحد اتخبط في الحيطه وقع على الارض ضرب بعصايا ضرب بطوبه، دي الادوات الراده. ممكن ان هي تعمل خربشه كده او ازاله للطبقه السطحيه من الجلد نسميها سحجه، وممكن ان هي تعمل تورم من غير ما الجلد يتفتح نسميها رده او كدمه، وممكن ان تعمل تمزق في الجلد مزع في الجلد نسميها جرح ردي او تهتكي، وممكن ان الاله تكون اله قاطعه، فالاله القاطعه لما تتمرر على الجسم تحدث الآلة القاطعة لما تتحط على جسم تمرر الحرف الحاد على الجسم يحدث جرح قطعي، ولما تغرز الآلة الحادة أو آلة لها طرف مدبب، مدبب يعني ظرف مسنن، يعني مش شرط يكون سكينة، ممكن واحد يدخل في حد مفك مقص مقفول ألم يدخله في رقبة واحد، فدي بيسميها جروح الطعنية بأنواعها، اللي هو الجرح الوغزي والجرح النافذ وما إلى ذلك. أما بقى في جروح تانية اللي هي جروح النارية، ودي لها وضعية تانية اللي هي بتتعلق بالإصابات الناتجة عن الرصاص وعن المقذوفات المتعددة اللي هي خرطوش. السحاجات مهمة جدا من ناحية طبية شرعية، لكن مش مهمة من ناحية جراحية، يعني السحاجات ما تنوتش الا لو حصل كانت مساحه كبيره وحصل فيها عدوى بكتيريه وتسمم في الجسم،
انما في حاجات هو عباره عن تقشر في طبقه سطحيه من الجلد. هي اهميتها في الطب الشرعي انها بتاخد شكل الاله او بتديني انطباع عن كمفيه حدوث الاصابات ووقت حدوثها، بحيث ان الاصابات اهي لما تكون حديثه جات الحديثه نلاقي ان السطح اللي دم فيه تقشر ما نلاقيه غير مغطى باي انسجه ولا اي قشور، وان هو بينزل سائل صديدي او لو هي عميقه شويه يبقى سائل صديدي مدمم. دي يعني دي المكان اللي هو اللي تدل على ان الجرح ده حديث. انما لو هو قعد مثلا كام ساعه كده حوالي 24 ساعه نلاقي ان الافرازات دي تبتدي تتجمد وتتحول لقشره. فالقشره دي في الاول تبقى لينه وده يدل على ان الجرح ده ليه يوم داخل على يومين، بعد كده تبتدي تنشف وتبقى لونها غامق فتدل على ان الجرح ابتدى بقى يبقى ليه 3 ايام 4 ايام، وبعدين تبتدي تنفصل من الاطراف. هنشوف احنا هنا كده دي شكل سحاجات بس في تدل على الاشتباك. يعني لو واحد عنده سحاجات وقاله منتحر، لا الانتحار السحاجات دي تدل ان في اشتباك مع اخرين. لو لقينا في سحاجات زفريه مقوسه على الرقبه يبقى ده يعني خنق باليد. لو لقيتها على الفم والانف يبقى ده كتم نفس. لو لقيت شكل الحبل في صوره السحجه واخدها يبقى ده خنق بالحبل، وهكذا. يعني دي اهميه السحاجات. انما لا ما تعملش نزيف لان الطبقه السطحيه من الجلد ما فيهاش اوعيه دمويه. تيجي بقى للردود. الرد هو عباره عن تمزق في الاوعيه الدمويه اللي تحت الجلد، فبتعمل نوع من تغير اللون ومن التورم. فده الرد بقى بياخد شكل الاله المحدثه ليه. يعني احنا زي ما شايفين هنا الجلد سليم لكن متغير في اللون وممكن يبقى متورم ومؤلم. هي ما تبقاش قاتلة إلا لو تحتيها إصابة في الأعضاء الداخلية، لو كدمة في الصدر، لو كدمة في منطقة يعني حيوية يعني. إنما كدمة زي اللي احنا شايفينها اللي هي وهي حديثة يبقى لونها محمر. بعد كده يبتدي الدم اللي فيها يفقد الأكسجين اللي فيه فيبقى لونها مزرق. بعد كده يبتدي يتحلل الدم اللي هو الهيموجلوبين يبقى لونها مخضر. بعديها يبتدي التحلل لمادة أخرى فيبقى لونها مصفر، أو يعني تاخد لون بني وبعدين مصفر، أو ده المزرق أهو. واللي كان قبليها المحمر أهو الحديث، واخدين بالنا كده بقت المزرق وفي حتت مخضرة أهي. حسب ما هي صغيرة تتحلل بسرعة، لو كبيرة تاخد وقت أكتر. لو هي بتاخد شكل الآلة المحدثة ليها، فلو حاجه زي الاطفال اللي انتوا شايفين ضرب بكرباج، ضرب بحته حبل متني على اتنين كده فبتاخد شكل الاله، ضرب بعصايه فبتدلنا على الاله اللي هي ضرب بيها الشخص، وبالتالي برده زي ما قلنا بتدلنا على الوقت اللي حصلت فيه الكدمه. نيجي للجروح الرضيه اللي هي تمزق بآله صلبه يؤدي لمزع الجلد لما يبقى، وخاصه لو الجلد ده مشدود على العظم. يعني مثلا الراس هنا فروه الراس لما الواحد يتخبط فيها بعصايه غير ما نفس العصايه تخبط اي حته تاني في جسمه. لو خبطت اي حته في جسم بتعمل كدمه او رد غير مفتوح. انما لو اتخبط في دماغه، لو اتخبط حد وقع على دقنه او على الجزء ده من الوش او على قصبه رجله اللي هي الاماكن اللي فيها العظم، او على كوعه هو متني فبيتفتح الجلد مشدود هنا فبيتفتح، ولانه بيتهرس ما بين الاله وما بين العظم اللي تحتيه فبتنتج الجرح التهتكي او الجرح الرضي زي ما احنا شايفين في الصوره اللي قدامنا دي. في بعض الاحيان الجرح اللي هو بعصايه مثلا على الدماغ والجلد مشدود على العظم بتبقى اصابه خطيه او طوليه. ففي بعض الدكاتره اللي هم ما عندهمش خبره يقول لك ان ده جرح قطعي، لكن في الحقيقه هو جرح ردي. الشهود شايفين ان ده ضربه بعصايه، ويجي الطبيب يقول لك جرح ردي. احنا بنشوف بقى الجرح ده موجود على جلد مشدود على العظم، طب هو مفروض ان هو يكبر حواف الجرح هيلاقيها غير منتظمه، طب هو مفروض يبص حوالين الجرح يلاقي فيه كدمات وحوالين الجرح.
لان العصايه ما بتبقاش زي حرف سكينه، العصايه ليها سمك فهي بتحدث التمزق في المركز، لكن حوالين العصايه في جزء اتهرس فبيترك كدمات وسحاجات في هذا الجزء، فده عدم دقه من الطبيب اللي هو خاصه دكاتره الاستقبال اللي هم الحديث يعني تخرج. ممكن هذا كل دي جروح رديه، نبص لقيها عامله زي خط، ده واحد مثلا خبط في الارض او في السيراميك، لكن نلاقي فيه تورم حوالين داير، لو جرح قطعي ما يبقاش فيه التورم ده. ده طبعا بالاضافه للجزء بتاع فحص الشعر، وهل الشعر مهروس ولا مقطوع، وما بيعملوش في الطب الشرعي صراحه يعني للاسف الشديد. دي كلها جروح من النوع من جروح الرديه. الجرح القطعي بالآلات القاطعة طبعا بأنواعها بيبقى حوافيه حادة أو حوافيه منتظمة وزوايا حادة، إلا لو الشخص ده اتحرك أثناء وقوع الجرح ممكن يبقى فيه بعض التعرجات، أو ممكن يبقى فيه شرشرة لو بيضربه بآلة أساسا حرفها مشرشر زي السكينة المشرشرة أو المنجل اللي هو الحاجات الزراعية دي، في منها آلات قاطعة حرفها بيسموها شرشرة. فيدي جرح مشرشر، لكن هو مشرشر منتظم يعني شكل الشرشرة واحد طول الجرح، انما لو هي شرشرة نتيجة الآلة ردة فهو جرح غير منتظم، ما بيبقاش حواف الجرح شبه بعض. ده بقى الجروح اللي هي المفتعلة، اللي هو الواحد يعور نفسه ويروح يقول حد ضربني، او ان هو مريض نفسي. في ناس مرضى نفسيين بيحدثوا جروح بنفسهم، ده تلاقي جروح متوازية وسطحية وفي مكان واحد ماشية جنب بعض، ما فيش حد بيجي يعتدي على حد فبيسيب له ايده ويعمل له اكتر من جرح وهو ثابت في مكانه، بالعكس رد الفعل ان الواحد يشيل ايده ده من غير تفكير، ده رد فعل طبيعي مش محتاج لتفكير من الشخص. احنا لما الواحد يجي يحط ايده ويلاقي حاجة شكته مش هيفكر انا اشيل ايدي ولا لا، تبص الايد اتشالت على طول. فانما الجرح المفتعل عن طريق الشخص نفسه، او احيانا المتهمين في الحجز يعملوا اصابات لنفسهم او يخلوا حد يعمل لهم اصابة، لو هيعملوا لنفسهم نلاقيه في متناول اليد، جروح متوازية سطحية ما هي مش هتشكل له مشكلة ولا هتعمل له عاهة ولا هي خطيرة، ويقول لك اصل انا اعترفت نتيجة لضغط واكراه ان هما اتعذبت بقى في السجن والضابط ضربني بايه، ضربني كرباك ضربه، وتبص تلاقيه ان ده عامله موس او باريزة كده او جنيه. فدي الجروح المفتعلة. في بقى اللي هو الجروح الدفاعية، جروح الدفاعية ده احنا كده دخلنا على الطعنية. الجروح الدفاعية دي مهمة جدا جدا، وكان عندي قضية كان فيها جروح دفاعية غير الجروح الطعنية، ما حضراتكم ما تبصوش على دي. الجروح الدفاعية كان عندي قضية بيتهموا فيها واحدة ست انها اتفقت مع ناس عشان يجوا يقتلوا جوزها، وجوم قتلوه بسطور على دماغه وخدوه حطوه في سكيبة ورموه في بير، وبعدين بقى جت جدا بس المشكله ان احنا كنا نجيب مروحه. والله خلاص زي بعض، مروحه فين؟ خلينا نكمل، ما تفكريناش في الست دي اتهموها واتقال كده ان هي كانت متفقه معاهم ان هتدي جوزها منوم، وان هو اول ما ينام هتتصل بيهم وتفتح لهم الباب يجي يقتلوه ياخدوه يرموه. فاللي حصل ان فعلا اتقتل الراجل على دماغه بالسطور. طيب لما جه الطب الشرعي اول حاجه مسرح الجريمه بقى، كان مسرح الجريمه كان جميل جدا، لكن الضابط عمل زي فاكرين الفيلم اللي كان فيه عبد الفتاح الاسري السهجة تعبان والاخر يقول حنشن، هو عمل كده بالظبط. مسرح الجريمه كان فيه دم ناحيه الباب في اعلى الحائط، ودم اسفل في اسفل الارض، وبقعه كبيره من الدماء السجاده متشربه بالدم،
وعلى السرير ناحية المخدة بقعة بسيطة يشتبه أن تكون دماء. ده مسرح الجريمة. فجه الضابط اللي هو رسم مسرح الجريمة وعمل محضر المعاينة بعد ما وصف التعبان، راح قال حنشن، قال لك ان الراجل ده كان واخد المنوم ونايم على المخدة فنزلوا على دماغه بالسطور لحد ما موتوه، وبعدين راحوا حاطينه في الزكيبة ورموه في البير. الدم موجود في الحيطة بعيد عن السرير خالص، فوق عالي وفي الارض، وبعدين على السجادة بركة دماء، وعلى السرير حاجة محمرة. هي الست قالت لا، ده هو اساسا انا اديت له المنوم وهو او حطيت له المنوم في الشاي وعشان يجي يقعد انسوها، يعني هي قالت انا مش عشان يموتوه. فهم الراجل ده اديت له المنوم فراح داق الشاي لقى طعم وحش ما رضيش يشربه وراح نام. فلما هم جم صحى على صوتهم وانا بكلمهم، فراح واقف ناحيه باب الاوضه بيقول هو في ايه، فراحوا ضاربينه بالسطور وبعدين موتوه وحطوه بقى اتلافوا الملايه بتاعت السرير ولفوه فيها، هو وقع على السجاده فلفوه في الملايه وبعدين حطوه في كيس كيماوي ورموه في كان معاهم واحد مستنيهم بعربيه فخدوه في العربيه النقل دي وراحوا رموه في البير. دكتور الدم. نعم. الدم كان في وقع في جريمه قتل، وبعد فترة كانت مدفوفة في السجادة، يعني الدم في السجادة. بعد فترة طويلة جم بينقلوا السجادة، طبعا رميته فين وديته فين ما كانش يعرف. لما جه البواب يغسل السجادة بعد فترة الدم ساب. دم البني آدم غير دم الحيوان. أكيد. اللي صايم يا جماعة، اللي صايم يقدر ينصرف، يتفضل ياخد نسخة وينصرف. مستعد افطر كل الصايمين، والله مستعد. اللي في الاخر بقى السؤال. عايز اعلم عصير ولا حاجه؟ شهاده بقى. او استنى بقى. يا اخوانا بصوا خلاص اخر جزئيه يا جماعه، اخر جزئيه. احنا دايما الادلة اللي في مسرح الحادث بيكملها الطب الشرعي، ده المفروض عشان اقدر اوصل لقرار. ففي فحص او في تشريح. طب ممكن حد عند الباب يقف؟ كل اللي طالع ياخد مدتي بقى لي فترة. طيب فاضل 5 دقايق بالظبط، فاضل 5 دقايق يا جماعة. مش عايز حاجة. لا استنى يا استاذ، واحد يعمل. اتفضلوا يا استاذ. 5 دقايق وهنختم المحاضرة. 5 دقايق من غير ما حد يزعل. التشريح كان فيه اصابات بالغة في الدماغ في اكتر من ناحية، واصابات في الكتف وكتف ناحية اليمين والناحية الشمال، واصابات تصل قربت على بطر الساعد والكف. الاصابات اللي في الدماغ دي، يعني انا ممسكت القضية فبقول لا، ده هي الاصابات يعني لو واحد نايم مخدر على السرير الاصابات هتيجي في دماغه في اماكن معينه حسب وضعيته، يعني لو نايم على ظهره هتيجي في دماغه من قدام، لكن ما تجيش في كتافه من ورا وفي دماغه من ورا وفي ايديه. طب هما ليه يضربوه على ايديه وهم اساسا قاصدين قتله؟ مع اصابات الايد مش هتموت. هو مخدر مفيش مقاومه، او مفيش اي مقاومه، هو مش هيتحرك خالص. انما لو كان عايش فهو الشخص ده، هي السيناريو اللي قالته السيده دي الزوجه دي، ان هو كان عايش وراح ناحيه الباب وبيقول لهم في ايه، فجاي يضربوه وشايف السطور جاي عليه فحط ايديه، وده وضع طبيعي اسمها جروح الاتقائيه او الدفاعيه، حط ايديه على دماغه ليتلقى ضربات عن دماغه، وده وضع للشخص اليقظ بس بدون تفكير، ده رد فعل على طول عادي جدا لاي شخص. فحط ايديه على دماغه ضربوه فجت الاصابات القاطعه دي بالسطور على ايديه وعلى الرزغ وعلى الساعد، وبعدين ضربوه على كتافه والاصابات طبعا في دماغه خلت الدم جه على الحيطه من فوق، ف
فقط قواه خارق نزل في الارض دم تحت تحت الحيطه في الارض، وبعدين سحبوه على السجاده لفتره قاعد ينزف من الدماغ، سحبوا ملايه السرير راحت ايديهم الملوثه بالدماء، لونت المخده ناحيه السرير، وبعدين راحوا لفوه في الزجيبه ورموه في البير. فدي كان السيناريو اللي هو ايه اللي هو الفعلي للجريمه من تضافر الاثار الموجوده في مسرح الحادث مع ما وجد في التشريح والطب الشرعي. تمام. الجروح الطعنيه هي غرس الاله الحاده او الاله اللي ليها يعني طرف مدبب او طرف رفيع في الجسم. ومن هنا نيجي للجزء بتاع الكلمه اللي قالها الاستاذ محمد صادق اللي هي الركن المعنوي في الجريمه او القصد الجنائي، زي الجرح اللي حضراتكم شايفينه ده، هتلاقي جرح طعني وفي ناحيه فيها جزء كدمه وسحجه هلاليه على ناحيه، دي بتدل على غرس الاله المحدثه للاصابه لحد النصل ما خبط في الجسم. فما ينفعش يقول للقاتل او الشخص المتهم ان احنا كنا بنشد من بعض السكينه فطرفها جه في فموته، لان ده غرست الى ان النفس الايد المقبض خبط في جسمه وكون سحجه وكدمه. في ناحيه تاني تعدد الاصابات، تعدد الاصابات الطعنيه دي يدل على قصد جنائي، لان هي مش حاجه جت باي زاويه زي ما بيقولوا كده، لا ده هو غرس في السكينه اكتر من مره الى ان احدث وفاته. بالعكس ده احيانا بيبقى الشخص ده في قمه الثوره لدرجه ان هو بيقتله او بيضربه بالسكينه حتى بعد وفاته، فنلاقي فيه جروح حيويه وجروح غير حيويه. حيويه يعني فيها تدل على ان الشخص ده تمت اصابته وهو عايش وهو على قيد الحياه، ودي ليها مواصفات. الجروح الغير حيويه اللي هي ما فيهاش مصابه الا بعد الوفاه هو قتله خلاص، مات من اول طعنه جات له في قلبه، ولا فضل يطعن فيه كذا مره، ده اللي بيبقى فيه طاقه غل ويعني انتقام شديد. واحد هو ميت اساسا كتير برات تتم ان هو ضربه وما فيش الجروح روح غير حيويه، فده انه ضربه بعد وفاته فبالتالي ياخد براءه. اه طبعا هو تعريف القتل هو ازهاق روح في انسان حي، لكن لو هي جثه افرض واحد مثلا كان جاله سكته قلبيه واتضرب برصاص مثلا، واحنا اثبتنا ان تمام. الجروح الناريه بقى اللي هي ناتجه عن الاصابه بالاسلحه الناريه، فدي طبعا نوعين الاسلحه الناريه، نوعين، نوع بيشتغل بيطلع مقذوف واحد اللي هي الرصاصه، كل دوسه زناد تطلع مقذوف واحد، وفي حاجات اللي هي بتطلع مقذوفات متعدده اللي هي الخرطوش. الاسلحه دي بتبقى في خلال مدى معين بيبقى على المصاب بيبقى في علامات قرب الاطلاق. علامات قرب الاطلاق مش كلها بتحدث في مسافه معينه واحده زي ما بيحصل في الطب الشرعي، يقول لك ان هو يساوي نص الماسوره وفي السلاح القصير والطويل، ويتكلم عن العلامات قرب الاطلاق كانها حاجه واحده، لا دي حاجات متعدده. في حاجه خلال طول الماسوره تعمل احتراق وسوداد، في حاجه ثانيه لو بعد المسافه دي هنلاقي في حاجه اسمها وشم برودي من غير احتراق ولا سوداد. وشم برودي، الوشم البارودي ده عباره عن البارود اللي موجود في الخرطوشه، مش كله بيحترق، هو بيحترق جزء يطلع غازات كميه غازات كبيره تدفع المقذوف لقدام، انما في جزء غير محترق بيطلع ويرشق في الجسم. فالجزء اللي غير عباره عن نقاط صغيره كده بتبقى حوالين فتحه الدخول زي ما حضراتكم شايفين الست اللي فوق دي، في حاجه نقط كده في وشها ومفيش احتراق، على الرغم ان دي اصابه حديثه يعني اصابه قريبه، دي اساسا لو دققنا فيها نلاقي ان فيها تشرذم في فتحه الدخول. ليه التشرذم ده؟ دي نتيجه تاثير الغازات. ليه؟ الغازات غازات الاطلاق دي في خلال في الاصابات القريبه جدا
اللي هي خلال 15 سنتي الغازات لما تدخل من فتحة الدخول تعمل جيب علمي جيب غازات كده يعني جيب او فجوة لكن تصادف عظم وراها فتروح مرتدة راجعة لبرة تاني فتطلع من فتحة الدخول تعمل فيها تمزق فدي دي دليل على الاطلاق القريب في بعض احيان نلاقيها ودي كانت عندي في جريمة يمكن هي دي اخر حاجة هقولها وهي دي السبب اللي انا خلتني اشتغل الشغل اللي احنا بنعمله ده الجريمة دي كان فيها شخص بيقول عليه ان هو على الله كانت حلا معايا كانوا بيقولوا ان دي قضية حقيقية يعني كانت عندنا في اسيوط كانوا بيقولوا ان في شخص اتوفى نتيجة لان في اتنين من الاسرة اللي هما بيتخانقوا معاها الشخص ده دخل عليه اتنين واحد كتفه والتاني ضربه بمسدس او بفرد خرطوش وساب المسدس جنبه شفتوا بقى الجمال والمباحث بقى بيقول ايه ضابط المباحث بيقول ان هو اثناء مروره في القرية لان العيلتين دول كانوا متخانقين مع بعض في الغيط فراح القرية لقى هناك في سمع صوت طلق ناري فدخل البيت ده على صوت الطلق الناري لقى في واحد ملقى في الارض وبينزف والفرد الخرطوش ده جنبه وبعدين حلفوا اليمين القانونيه وقال له مين اللي ضربك قال له فلان وفلان الاصابه دي كانت موجوده فين الاصابه دي كانت موجوده في وركه من بره واصابه رشيه وكان فيها فتحه دخول كبيره فتحه الدخول كانت حوالي 6 في 7 سنتي وفتحه خروج حوالي 4 في 5 سنتي في خن وركه يعني عامله له تهتك في الاوعيه الدمويه في خن وركه فالناس اللي هم اهل ده احنا كده بنتكلم في اصابه جوه بيت الإصابة دي أهل المتوفي قالوا إن هو اهي جات اهي زي ما احنا شايفين كده الإصابة في خن في بركه من بره فتح الدخول وفيها الكور اللي هي المقذوفات جواها والحشار الداخلي موجود جوه يعني مكونات المقذوف موجودة لكن في نفس الوقت في فتحة خروج ودي نادرا لما تحدث في طرق الرش الرش ما بيعمل الرش ده عباره عن شويه كور خفيفه صغيره تعمل فتحات دخول وكل ما تبقى بعيده كل ما تبقى ضعيفه ممكن نلاقيها ساكنه في الجسم او تحت الجلد ما تعملش فتحه خروج الا في حاله واحده هي لما يكون فتحه الدخول او السلاح موجود على الجسم بحيث ما فيش فراغ بينه وبين الجلد بحيث ان الغازات هي اللي بتبقى القوة الدافعة للمقذوفات دي فتطلع من ناحية تانية اهل البيت قالوا فلان وفلان ضربوه ودخلوا كتفوه وقال له طخ يا ولد وراح طخه لكن كان في واحدة ست وراجل اللي هو يبقى عمها ولا ابوها اللي مد عمها فبيقولوا لها مسافة الاطلاق ياخدوها كشهدة قالت ضربوا على بعد نص سنتي او سنتي جت الراجل التاني قال ضربه على بعد متر او متر ونص جه الطبيب الشرعي قال لك يجوز حدوث الواقعة وفق تصوير الشهود الوارد في مذكرة النيابة انا نفسي نفسي والله هي دي القضية دي كانت هي السبب في الشغل اللي انا بعمله من اكتر من 10 سنين مسرح الجريمه كان اول مره اشوف مسرح جريمه يبقى فيه معلومه مفيده فقال ان يوجد بقعه من الدماء في الصاله الخارجيه من البيت بيوت الفلاحين فيها حوش بره بقعه كبيره من الدماء في الحوش وبقعه كبيره من الدماء في الصاله الداخليه وبينهم خطوط حد بيجري زي كده يعني شايفين حضراتكم هنا دي بقعة برة وبقعة جوة وبينهم خط نادية تدل على سحب الجثة وهي بتنزف ففي خطوط طولية بيسموها لطخات طولية من الدماء موجودة وبعدين بقى في معلومة مهمة جدا جدا اللي هي وجود آثار دماء مغسولة على السطح الداخلي من الباب مغسولة
كاتب كده عامل رسمه وكاتب عليها اثار دماء، اثار ازاله دماء من السطح الداخلي من الباب. فطبعا لما جاتني جريمه السطح الداخلي، طب دول الناس دخلوا فتحوا الباب ضربوا خرجوا، هيلوثوا سطح عنه والباب مفتوح السطح الخارجي. يعني احنا لو فتحنا الباب السطح الداخلي بيجي ناحيه الحيطه، انما السطح الخارجي هو الواحد بيلمسه وهو داخل وهو طالع. امتى بقى يتلوث السطح الداخلي؟ لما يكون الباب مقفول وقت الاصابه. وامتى بقى الناس اصحاب البيت عايزين يزيلوا الدماء قبل ما المعاينه تيجي؟ اذا الشخص ده مضروب من اصحاب البيت. وبعدين قلنا الاطلاق كان لصيق، فقلنا ان ما تنفعش على بعد متر ومتر ونص والكلام ده. اتضح بقى ان هو اتضرب ازاي، هو اصابه خاطئه من اهل البيت، ان في خناقه في الغيط، واحنا عندنا في الصعيد اول ما حد يتخانق مع حد الشرطه تيجي تهجم على البيوت وتقول لهم هاتوا الاسلحه اللي معاكم فتشوا. فالبنت بتقول لعمها، هي بعت جابت عمها عشان تستقوى بيه قدام العيله الثانيه اللي هم جيرانهم وصادهم. فجه عمها وحاطط فرد خرطوش في جيبه وقاعد على انبوبه بوتاجاز عاملها زي الكرسي كده، فبتقول له شيل الفرد اللي في جيبك يا عمي، ومدت ايدها عشان تشيله، والفرد ده مش مؤمن لان ده صناعه محلي. فراحت بتشده، فراحت الطلقه طلعت في وركه من بره وطلعت من خن رجله، قطعت الاوعيه الدمويه. قعد ينزف عده ساعات وهم مش عارفين يجيبوهم يعملوا فيه ايه، هم اتخضوا وقعدوا ده لو كانوا ربطوا له رجله كان خف. هم خايبين، قعدت الدنيا كلها اتملت دم والملابس بتاعته لقوها غرقانه دم. وبعدين سحبوه جوه وقعدوا يفكروا نعمل ايه، وبعدين طلبوا له الاسعاف وراح المستشفى ومات وهو في الطريق. ضابط المباحث بقى ما بيسالوهم شفتوه دخل لكم البيت؟ قالوا ما شفناهوش الا والجثه في المشرحه، وجه سالنا وخد اخوالنا. وانا اثبتت ان الوفاه من النزيف لا تكون فوريه، ولكنها تاخذ عده ساعات حسب حجم الشريان المقطوع. يعني اللي يقطع الاورطه، لو واحد خد طلق ناري في القلب او في الاورطه دي يموت فوري، انما لما تبقى في طرف من الاطراف دي يقعد عده ساعات عقبال ما يموت. طب اللي بيموتوا من النزيف هل بيبقى بكامل قواهم العقليه بحيث يدلوا باقوال؟ لقينا لا، ان الدم اللي بيروح للمخ بيبقى قليل، فبيجي لهم حاله من الهذيان والاختلاط، اختلاط الافكار. فالاقوال اللي بيلاقوها ممكن اي محامي يقول لك ان يعني هو قال لك ان هو حلفه اليمين القانوني فقال له فلان وفلان ثم لفظ انفاسه الاخيره. فاللي بيحصل في المباحث وان هم بيرددوا اقوال الشهود في معظم الاحيان. او انا كنت عامله دوره تدريبيه وكان معايا ضباط شرطه كانوا حديث التخرج، وبشرح لهم مسرح الجريمه وازاي يعملوا فيه معاينه منهجيه علميه. فقال يا دكتور احنا لسه هنلف في مسرح الجريمه، انا ببص للراجل ده اشوفه مضروب بخرطوش اجيب له فرد خرطوش احط جنبه، اقول له انت هتجيب له من عندك؟ يقول لي ايوه، امال هسيب حق الراجل يضيع؟ شوف البراءه يعني بتاعتهم ازاي. عايز يقفل القضيه. لكن هو المشكله بتاعتنا ان احنا ما بنعملش الفحوصات اللي تدل على ذاتيه السلاح. هو مطمن ان انا ما عنديش فحوصات الميكروسكوب المقارن اللي هجيب بيه المقذوف اللي موجود في مسرح الجريمه واقارنه على الاسلحه المحرزه. مش هجيب الفارغ اللي لقيته في مسرح الجريمه واقارنه على السلاح واجيب بصمات السلاح عليه. فهو مطمن ان احنا ما بنعملش الحاجات دي، وان في الاطلاق القريب كنت هلاقي الانسجه موجوده جوه ماسوره السلاح وعلى السلاح نفسه. والشخص اللي قاتل ده مسرح الجريمه بقى الناس اللي اتهموهم لا في اثار اقدام ليهم، ولا هم ملابسهم فيها حاجه، ولا احذيتهم فيها حاجه، ولا اي بصمه تدل على وجودهم في مكان الحادث. وبالتالي كسبنا القضيه دي، طلعت براءه في الجلسه اللي دخل فيها التقرير، ما بعتوهاش للطب الشرعي مع ان كان ليها 3 سنين الناس دي محبوسه على ذمه القضيه. كان في 3 محبوسين فيها طلعوا براءه، هم اتحبسوا 3 سنين.
ظلما وعدوانا، وكان المحامي مش عارف يعني يبت فيها وحاسس ان ده بريء، فكان في تأجيل، والقاضي نفسه كان عمال يأجل في القضية اللي مش عارف يبت فيها على الرغم. بيقعد اكتر من كده. لا مش التقرير قعد 3 سنين، هي جاتني بعد 3 سنين. بس هو تقرير الطب الشرعي دايما في قضايا القتل بيجي بعد موت تقرير دايما. لا لا لا، هي خدت جلسات وتأجلت كتير عشان ما كانش في حاجة. لا مش التقرير هو اللي قعد 3 سنين، هي القضية في المحكمة قعدت 3 سنين. ومن هنا أنا بعد القضية دي ابتديت بقى قلت لا لازم أعمل دورات مسرح الجريمة والأدلة الجنائية والطب الشرعي عشان المحامين والناس كلها تعرف أهمية الأدلة الجنائية في تحقيق الجريمة.